بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، النهاردة هنتكلم على نكمل جزء الومن ايمجينج. هنتكلم على موضوع البريجنانسي، واحنا كنا زي ما قلت لكم هنقسم البريجنانسي للنورمال بتاع السكند والنورمال بتاع الثيرد، وبعدين نتكلم على الابنورمال بتاع كل واحد فيهم. فأنا لقيت الدنيا هتوه مننا، فقلت يعني احنا نخلي نقول الحاجة النورمال وبعدين نقول الابنورمال بتاعها بعدها على طول عشان المعلومة تبقى ثابتة في ذهننا يعني. والموضوع اللي احنا هنتكلم عليه تحديدا هو الفيتال انومال سكان اللي احنا بنعمله في السكند تريمستر بريجنانسي. احنا في انديكيشنز، بعض الانديكيشنز للالترا ساوند بنحتاجها في السكند تريمستر، اهمها اللي هو الانومال سكان اللي احنا هنتكلم عليه باستفاضة دلوقتي. تاني حاجة الانومال سكان ده طبعا احنا بنعمله للهاي ريسك بريجنانسز، الناس اللي عندهم فيتال انوماليز قبل كده، اللي احنا عملنا لهم في الفيرست تريمستر لو انتوا فاكرين، ولقينا فيه انكريز نيوكال ترانسلوسنسي، وقلنا دول احنا سسبكتنج كده ان هيبقى فيهم مشكلة، فدول هنعمل لهم ليتر اون اللي هو الانومال سكان. او اللي احنا لقينا فيه انوماليز في 2D الترا ساوند واحنا عايزين نتابعهم، العينين الهايبرتنشن واللي عندهم كرونيك ديزيزز، برضو دول من ايه، من ضمن الهاي ريسك جروب. وساعات احنا بنعمله كاسكرينج، يعني واحده ما عندهاش اي مشكله يعني لسه فيها الفيرست بريجنانسي، ويطلب له ويطلب لها اللي هو الايه الانومال سكان. تاني انديكيشن للسكند تريمستر المشاكل اللي ممكن تحصل في السكند تريمستر، سواء ابدومينال بين ولا فاجينال بليدنج ولا اي حاجه، فبنعمل الترا ساوند عشان نشوف الايه السبب بتاعه. الحاجة التالتة ان احنا بندور على الاي جي ار، ودي هنتكلم عليها باستفاضة شديدة في 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 جزء تاني. الحاجة الانديكيشن اللي بعد كده ساعات بنحتاج نعمل فيتال ايكو لو احنا عندنا شوية مشاكل كده، يعني انا بشوف الهارت بيت بتاع الامبريو ولا الفيتاس، لقيت فيه كاردياك اريزميا، يعني لقيت الريجولار هارت بيت، ده انديكيشن ان انا اعمل فيتال ايكو. او الجماعه اللي هم الهاي ريسك بريجنانسي اللي عندهم باست هيستوري الانوماليز قبل كده، والمجموعه اللي احنا قلنا عليهم. او الناس اللي عندهم اذر انوماليز، يعني احنا عندنا في هاي اسوشيشن للكونجينيتال هارت مع الانوماليز الاخرى. طيب نشوف احنا لما بنيجي نعمل اكزامينيشن للبريجنسي سواء في السكند او في الثيرد تريمستر، بيبقى عندنا كذا حاجه عايزين نشوفها. بيبقى عندنا الفيتس، وبيبقى عندنا البلاسينتا، وبيبقى عندنا اللايكور، وبيبقى عندنا السيرفكس، وبيبقى عندنا الحاجات اللي بره اليوترس، وبيبقى عندنا يعني دي الحاجات الرئيسيه تقريبا اللي احنا بنحاول ان احنا نشوفها. فاحنا اول حاجه هنتكلم عليها الفيتس، وهنتكلم ما يخص الفيتس بالحاجات النورمال والابنورمال بتاعه. ماشي. الفيتس في كل المراحل سواء في السكند او في الثيرد تريمستر بنبقى احنا عايزين نعمل انومال سكان اللي هو اول حاجه. تاني حاجه نعمل فيتال بايومتري، يعني ناخد المقاسات بتاعته عشان نحسب الجستيشنال ايدج ونشوف الجروس بتاع الفيتس اخباره ايه، البوزيشن بتاعه والفيابيليتي، دي الحاجات اللي هي تهمنا في الـ في الـ في الفيتس. وطبعا من الانومال سكان هنطلع بقى اذا كان فيه مال فورميشنز ولا لا. طيب وهو ده محور المحاضره بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، الانومال سكان او المورفولوجي سكان، ان احنا بنشوف الاستراكشرز بتاع البيبي كلها على بعضها ونشوف فيها حاجه ابنورمال ولا لا. وبعد شويه هنقول لكم ايه الاستراكشرز دي. احنا طبعا بيبقى الهدف ان احنا نشوف اذا كان في انوماليز ولا لا، ده الهدف الـ يعني في الكلام ده موجود ولا لا. طبعا اهميه الكلام ده ان فيه بعض الانوماليز بتبقى محتاجه ترمينيشن بريجننسي، فنو نيد ان احنا نستنى للثيرد تريمستر وبعدين نشخص الانوماليز. تاني حاجه
ان لو في انومالي معين المفروض دكتور الاطفال اللي هو هيبقى في الولاده والمفروض البيرنتس يبقوا عارفين الديتيلز دي من قبل ما يحصل للبيرس عشان يعني تبقى الامور دي سيتلد او واضحه بالنسبه لهم يعني. طيب الانومال سكان او المورفولوجي سكان اللي احنا بنعمله ايه الفرق بينه وبين الالترا ساوند العادي اللي احنا بنعمله الروتين خالص؟ الروتين ده احنا ما بنركزش قوي على الفيتس، ما بنقعدش نفحص كل حاجه خاصه بيه، ماشي؟ يعني بيبقى بندور في البلاسينتا وندور في اللايكور وندور في المش عارف ايه كله بنفس الدرجه، لكن لما يجي حد يقول لي اعمل انومال سكان يعني ده ليه انديكيشن، يعني هو شايف ان المذر دي ممكن تكون هاي ريسك او ممكن يكون عندها مشاكل قبل كده وعشان كده هو طلب لها الكلام. فانت لما تيجي تعمل الفحص بتركز انت تركيزك الشديد كله على الايه الفيتال ستراكشرز اللي احنا هنقولها دلوقتي. ايه الاستراكشرز دي اللي احنا بقى هنشوفها عشان نطلع منها الانوماليز او نتاكد ان فيها او ما فيهاش؟ رقم واحد الحاجات بتاع السي ان اس اللي هو يشمل البرين خلاص او الهيد والسباين، دول الحاجتين اللي يهمونا ودول رقم واحد ودول اللي اكتر حاجه فيهم انوماليز بعد الهارت. هنشوف الكلام ده بعد شويه. بعد كده نشوف الفيشيال ستراكشرز الابدومن والحاجات اللي فيه خصوصا الاستومك والكيدنز واليورينري بلادر، دي الحاجات المهمه في الابدومن. الهارت، اللانج، الديفرام، الامبيريكال كورد والاكستريميتيز، كل الحاجات دي يعني احنا هنبص على كل حاجه في الفيتس، لكن اهم حاجه نبص عليها هو الايه؟ هو الهيد والسباين. طيب نعمله امتى؟ اللي هو المورفولوجي سكان ده او الانومال سكان نعمله امتى؟ احسن حاجه تعمله عند ال 20 اسبوع، يعني من 18 ل 20 اسبوع، ده احسن وقت ليه. ليه؟ بتبقى الاستراكشرز بتاع البيبي، بيبقى البيبي كبر بشكل معقول فانت تقدر تشوف التفاصيل بتاعته. تاني حاجة ان فيه انوماليز، خلي بالك خصوصا كاردياك انوماليز ما تظهرش قبل الاسبوع ال 18، يعني حاجات لان الكومبليت فورميشن بتاع حاجات في الهارت بتكتمل بعد هذا التاريخ، فانا ما اقدرش اعمل اكسكلوجن للكاردياك انوماليز قبل الميعاد ده. والكاردياك انوماليز او الهارت انوماليز احد الحاجات اللي انا عايز ابص عليها في الايه في الانوماليز كان. طيب قبل 18 اسبوع ممكن نعمل انوماليز كان، واحنا قلنا قبل كده انت ممكن تعمل في الفيرست ترايمستر خلاص لما تبقى لسه انت واحده هاي ريسك ومش قادر تستنى عليها لغايه ال 20 اسبوع، وقلنا الكلام ده قبل كده، وهتشخص منه حاجات كتيره زي الانكيفالي والحاجات اللي فيها مشاكل عنيفه لا تستدعي ان انت تاجل الكلام ده. لكن قبل 18 اسبوع بيبقى برضو البيبي صغير فكل التفاصيل اللي احنا بنقول عليها دي مش هتبقى موجوده، لكن العيانه اللي هي هاي ريسك المفروض ان انت تشوفها من الفيرست ترايمستر مش حتى تستنى ده. في حالات لا تعمل بدري ولا تعمل حتى في ال 20 اسبوع وتيجي بعد 28 اسبوع، يعني تقريبا في الثيرد ترايمستر جايه تقول لك شوف لي الانوماليز والمش عارف ايه خلاص. ده طبعا ده بيبقى فيه صعوبه شويه لان الفيتال ستراكشرز بقت البون ستراكشرز بقت اوسيفايد، وانت طبعا الحاجات دي بتعمل لك مشاكل مش هتقدر تشوف التفاصيل كويس. تاني حاجة ان انت حتى لو لقيت فيتال انومالي يحتاج ترمينيشن في الثيرد ترايمستر هتعمل ايه؟ ما خلاص ماشي. فطبعا احنا عشان كده احنا بنقول ان احنا نعمله بدري شوية عشان لو في اي حاجة تحتاج الترمينيشن نعملها. طيب ايه الليميتيشنز؟ ايه الحاجه اللي هتضايقك وانت بتعمل مورفولوجي سكان؟ رقم واحد
يعني ساعات بتلاقي الابنورماليتي او الحاجه الانومال اللي قدامك تلاقيها كذا حاجه مع بعضها، يعني تلاقي انومال هنا وانومال هنا، وساعات تلاقي انومال صعبه عليك مش قادر تشخصها. تاني حاجه البوزيشن بتاع الفيتس، يعني ساعات انت عايز تشوف الهيد كويس تبص تلاقي الفيتس بريتش مثلا، او يعني نايم على وشه، فانت هتشوف الفيشيال استراكشرز ازاي في معظم الفحص اللي انت عمال تشوفه وهكذا. فالفيتال بوزيشن من الحاجات المهمه، وخصوصا لو انت جاي تعمل 4 دي الترا ساوند. يعني دي من الحاجات اللي بتضايقنا جدا في ال 4 دي الترا ساوند، لما انت تيجي تعمل الفحص وتلاقي البيبي مش باصص للكاميرا اللي انت بتصوره فيها، يعني يتلاقيه نايم على وشه، يتلاقيه بريتش، وتلاقيك عمال يتلاقي اللايكر قليل، اي حاجة تلاقي حاجات كتير بتعكس. طيب الحاجات في البيشنت نفسها ممكن تلاقيها اوبيز والكلام ده كله، او فيه استكار، او فيه ماسز زي الفايبرويدز والكلام ده، كل ده هيعكسك خلاص. انت لما تيجي تعمل حتى 4 دي او تعمل انومال سكان لعيانة عادية خلاص بيبقى سهل عليك جدا، لما بتيجي تعمل واحدة اوبيز بيبقى الموضوع صعب ان انت تشوف الايه التفاصيل دي. الالترا ساوند ماشين اللي انت بتشتغل عليها هل هي حاجة اي كلام فانت مش قادر تشوف بيها، ولا يعني حاجة كويسة، ولا ايه بالظبط؟ برضو الخبرة بتاعتك، كل دي ليميتيشنز، لا يعني او كل دي بـ 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 الحاجه التشخيص بتاعك اللي خارج في المورفولوجي سكان بيعتمد على الايه، على الحاجات دي كلها. طيب هو احنا بعد ما بنعمل الكلام ده ساعات بنحتاج ال 4 دي الترا ساوند، في ساعات بنحتاج ال 4 دي الترا ساوند، وهنقول يعني ايه الادد فاليوز بتاعته خلاص. ان ساعات تلاقي فيه انوماليز معينه انت شاكك فيها ومش قادر تتاكد منها بال 2 دي الترا ساوند، خصوصا الفيشيال انوماليز. فيشيال انوماليز من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنحاول ان احنا نشوفها، لان احنا بعد شويه لما هنيجي نقول انوماليز بتاع البرين هنلاقي في انوماليز بتحصل في البرين مرتبطه بالفيشيال انوماليز ولازم تشوفها كلير. فدي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان الصور اللي انت بتاخدها للفيتال فيس بالنسبه للبيرنتس بتبقى حاجه مهمه، يعني انهم يعني حاجه يعني بتزود البوندنج مع الفيتس، يعني برضه في حالات التوين بريجننسي ان انت تشوف التفاصيل بتاع كل واحد فيهم. الفيتال اكستريميتيز من الحاجات برضو اللي احنا في ال 2 دي الترا ساوند بيبقى صعب ان انت تحكم عليهم، يعني تلاقي مثلا عملت 2 دي الترا ساوند ومش عارف ايه، وفي الاخر تلاقي حد بيشتكيك يقول لك ده الولد نزل باربع صوابع، في صباع ناقص خلاص. طبعا انت ساعات الفيتال بوزيشن وانت بتعمل ال 2 دي الترا ساوند ما يديكش فرصه ان انت تبص على كل الحاجات دي، تلاقي فيه كلاب فوت مثلا وانت مش قادر تعمل الكلام ده. لكن في الفور دي الترا ساوند انت بتلاقي الحاجات دي بيزك ان انت لازم تشوفها وان انت لازم تصورها، فدي بتخرجك من الدايليما دي، انت ما بتقدرش تعمل كل الحاجات السوفيستيكيتد دي بال 2 دي الترا ساوند. طيب ايه بقى الاستراكشرز اللي احنا هنتفرج عليها اللي احنا ذكرناها من شويه، اللي هو رقم واحد الفيتال هيد، ورقم اثنين اللي هو السباين، ودول اهم حاجتين عندنا. بالنسبه للهيد ايه الاستراكشرز اللي انا هبص عليها واجيب الفيوز دي ازاي وايه اللي هشوفه فيهم؟ رقم واحد احنا عندنا حوالي اربعه فيوز هنقولهم دلوقتي، لما تيجي تجيب الهيد تحاول تبص عليهم كلهم. رقم واحد اللي هو الفالكس، الفيو اللي فيه الفالكس اللي هو الخط الابيض اللي هو قاسم التو سيريبرال هيمسفيرز ده. وجود الفالكس ده يعني ان حصل دايفيرتيكيليشن للبرين، يعني البرين اتقسم نصين. عدم وجود الفالكس زي حالات الهولو بروزينكيفالي معناه ان حصل فيلير اوف دايفيرتيكيليشن، البرين كله حاجه واحده خلاص. فدي انديكيتور مهم قوي ان انت تشوف الفالكس ده
في النص. ادي اول صوره. تاني صوره الترانس فنتريكولار فيو، وده اهم فيو فيهم. ليه؟ الاول هو ايه ترانس الترانس فنتريكولار فيو او الفنتريكولار فيو؟ ده بتجيبه في الاكزيال، بتجيبه عند اللي هو الكيفام سيبتم باللوسلم. ايه هو الكيفام سيبتم باللوسلم؟ ده اللي بين الفرنتال هورنز بتوع اللاترال فنتريكل. ادي فرنتال هورن وادي الفرنتال هورن وادي الكيفام اهو، نوريها لكم الصوره اوضح شويه. هو فين؟ ادي الكيفم اهو يا جماعه، خلاص. ادي الفرنتال هورنز بتوع اللاترال فنتريكل، خلاص. والكيفم ده هو الكيفم سيبتم باللوسدم، ده هو اللي بيقسم او الفاصل بين التو فرنتال هورنز، ماشي؟ اللي هو ده، خلاص، ماشي كده يا شباب. طيب ده الليفل اللي احنا بنجيب عنده اللي هو الايه الفنتريكولار فيو، خلاص اهو الفاصل ده. ادي الفرنتال هورن وادي الفرنتال هورن وادي الخط ده. الخط ده هو كونتينوس مع الفالكس، مع الانتيريور بارت بتاع الفالكس، بس لما بيجي بين التو فرنتال هورن بنسميه السيبتم باللوس، خلاص. طيب ايه اهميه الفيو ده بقى؟ اهميه الفيو ده هو ده اللي انا باخد فيه المقاسات بتاع الفنتريكلز عشان اشوف فيه هيدروكيفلس، يعني في فنتريكلوميجالي ولا لا. واحنا عارفين كلنا ان الهيدروكيفلس والفنتريكلوميجالي دي هي اكتر حاجه هنشوفها في فحص البرين، فبالتالي يبقى انت عارف ان ازاي هتجيب الفيو ده اللي انت هتقيس عنده، خلاص. هتدور على الفرنتال هونوس بتوع اللاترال فنتريكل والخط اللي فاصل بينهم ده، عشان الحته اللي احنا بنشاور عليها دي اللي هو التيمبورال هورن بتاع اللاترال فنتريكل اللي احنا هنقيس الفنتريكل فيها، خلاص. يعني عند الليفل ده بالظبط احنا هنبتدي نقيس ده الفنتريكل اهو، خلاص، اللي هو الاتريوم بتاع اللاترال فنتريكل اللي احنا هناخد المقاسات فيه. هو موجود فين بقى؟ عند اللي هو الليفل ده اللي هو الفنتريكولار فيو اللي احنا بناخد فيه المقاسات، واحنا متسمى عشان كده اللي هو العلامه بتاعته ان يبقى فيه السيبتم باللوس دم بين الفرنتال هورس بتاع اللاترال فنتريكل. طيب المقاسات اللي احنا بناخدها اللي احنا قلنا عليها بقى اهميه الفيو ده، المقاسات باخدها فين وباخدها ازاي؟ اللاترال فنتريكل عشان احكم فيه فنتريكلوميجالي او فيه هيدروكيفلس او فيه اي حاجه بقيس عند الليفل ده يا شباب، خلاص. شايف انت ده؟ شايف ادي اللي هو السيبتم باللوسدم وادي الفرنتال هورنز اهم بتوع اللاترال فنتريكل، ادي التيمبورال هورن بتاع اللاترال فنتريكل، ماشي؟ يبقى انا هقيس عند الليفل ده. طيب التيمبورال هورن الاتريوم بتاع البوستيريور هورن ولا هو ايه؟ انا عمال بتكلم الاتريوم اوف ذا بوستيريور هورن اللي هو اللي جاي عند الليفل بتاع السيبتم باللوسدم ده، ماشي؟ طيب انا هعرفه ازاي البوستيريور هورن ده؟ هعرفه الاقي الكورويد بليكسس البيضه دي جواه، ماشي؟ طيب لما يعني طب اشمعنى انا بقيس في ده؟ ليه ما قيسش مثلا في الفنتريكل ده؟ خلاص، ما هو ده فنتريكل برضه اهو، اهو دي صوره للفنتريكل تاني اهي، اهي خلاص. ادي لاترال فنتريكل وادي لاترال فنتريكل وفيها كرويد بليكسس، ده البادي بتاع اللاترال فنتريكل وده البادي. ليه ما بقيسش هنا؟ لان الاوكسيبيتال هورن بتاع اللاترال فنتريكل، خلاص، هي دي الحاجة الثابتة في الفنتريكولار سيستم طول وقت البريجننسي، يعني ليها مقاس ثابت المفروض ان هي ما تزيدش عن 10 مللي ايا كان بقى الفيتس ده في السكند او في الثير تريمستر. فانت عشان تحكم الحاجة دي كبرت ولا لا لازم تشوف حاجة ثابتة عشان لما تزيد تبقى انت عرفت ان ايه ان حصل مشكلة. فده الجزء الثابت في الفنتريكل all through اللي هو الايه فتره البريجننسي، خلاص، الاوكسيبيتال هورن دي بتاع اللاترال فنتريكل.
تاني حاجة دي أول مكان بيحصل له دايليتيشن في الفنتريكولار سيستم في حالات الهيدروكيفلس، يعني تلحق الهيدروكيفلس بدري تقيس في المكان ده. اوكي طيب لما تيجي تقيس ازاي؟ تقيس فروم انر تو انر زي ما انت شايف كده، ادي الكرويد بليكسس وادي الاتريوم بتاع الاوكسيبيتال هورن، تقيس من جوه لجوه زي ما انت شايف كده، خلاص فروم انر مارجن للايه؟ للانر مارجن. انا الموبايل بتاعي يا شباب انا سايبه هناك ولا فين؟ ممكن في نجيلي بس رباح انا كنت مديهولها. فاحنا يا شباب هنقيس فروم انر تو انر، تاني حاجه هيبقى ايه؟ بيربنديكولار على اللونج اكسس بتاع الفنتريكل، يعني نقيس كده مش نقيس كده، خلاص زي ما انتم شايفين الطريقه اللي احنا ايه اللي احنا بنقيس بيها دي. طيب تالت حاجه نقيس فين؟ اهو ادي النورمال الاول، ده النورمال ميجرمنت، المفروض المقاس ده خلاص ما يزيدش عن 10 مللي في طول فتره البريجننسي، بتقيس عند 20 عند 30 اسبوع عند وات ايفر، المفروض ان ده ايه ثابت خلاص. طيب ايه الحاجه النورمال الثاني اللي هي ايه تقول لي الكلام ده؟ الحاجه النورمال الثاني ان انا الاقي الكرويد بليكسس جوه الفنتريكولار سيستم دي ماليه حوالي 60% من مساحه الايه الاوكسيبيتال هورن خلاص، يعني ادي الكرويد بليكسس اهو اللي انت شايفها دي، لو انت قست السيكنس ده وقست دي، يعني قست انت ده مثلا لقيت دي 10 مللي يبقى المفروض دي 6 مللي خلاص، اللي هو الايه الكرويد بليكسس دي، ماشي كده يا شباب؟ ده برضو نورمال، يعني حاجه علامه تقول لك ان الفنتريكل دي نورمال، عشان احنا هنشوف الابنورمال بقى بعد شويه. طيب تاخد بالك اهو واللي ليه علاقه بالكرويد بليكسس اهو الجزء ده، لو هي بقى ما هياش واخده 60% والكلام ده زي ما احنا شايفين كده، بيحصل حاجه اسمها دانجلنج للكرويد بليكسس، تروح نايمه كده زي ما انت شايف كده، الجزء الانتيرور بتاعها تلاقيه كلوز للميد لاين، والجزء البوستيرور راح مريح في الفنتريكل، ريح في الفنتريكل ليه؟ لان الفنتريكل دي واسعه خلاص. فده من ضمن الحاجات اللي انت بتخليك تعرف ان الفنتريكل دي حصل فيها دايليتيشن، يعني غير المقاس اللي انت بتقيس فيه، ساعات من غير ما انت تاخد المقاس تلاقي الكرويد بليكسس دي نامت كده جواه، تعرف ان ايه ان الفنتريكل دي واسعه عليها خلاص. طيب الحاجه الثانيه لما انت تيجي تقيس، ما تقيسش، ما هو انت بتبقى جايب الفنتريكل دي والفنتريكل دي خلاص، تقيس في البعيده هنا، ما تقيسش في اللي قريبه من البروب من اللي هي الانتيريور، لان الانتيريور دي عليها ارتفاكت من العظم اللي هو جاي مع الايه مع البرو، فدي اللي كلير، دي اللي كويسه زي دي كده، يعني ما دي الاوكسيبيتال هورن بتاع اللاترال فنتريكل الثاني، ما قسناش هنا ليه؟ لان في بتاع ارتفاكت جايه من العظمه من هنا، فانا مش هشوف دي كلير، مش هقدر احكم عليها كويس خلاص. لو انا شفتها فيري كلير زي دي بالظبط كده، اشك ان العظم ده فيه حاجه، اشك ان العظم ده مثلا فيه اوستيوبروزس او في حالات مثلا زي الاوستوجينيسيس امبرفكتا وهكذا خلاص. المهم ان انا اقيس في الايه في البعيده، ما اقيسش في القريب خلاص يا شباب، عشان هي دي الايه اللي واضحه قدام. طيب ساعات لما احنا نيجي نقيس يا شباب زي ما انت بتشوف دي كده في السكند ترايمستر، تلاقي اللي هو السريبرال مانتل جزء البرين تيشو اللي حوالين الفنتريكل تلاقيه هايبو اوكوك، وانت تفتكروا ان ده جزء من الفنتريكل، وتيجي سيادتك تقيس تروح قايس الحته دي كلها زي ما انت شايف كده، ده سريبرال تيشو، خلي بالك اللي انا بشاور عليه تحت ده الفنتريكل بس اهو ماشي، لكن ده جزء من الريميننج سيريبرال مانت اللي هي حوالين الفنتريكولار سيستم، ده شكله هايبو اوكوك خلاص، بيبقى شكله كده في السكند ترايمستر،
انت تشوف المنظر ده تفتكر ان ده يعني اللاترال فينتريكل او الاوكسيبيتال هورن هي دي، فتروح قايس من دي لدي خلاص، تقوم انت تقول ايه ده الفينتريكل دي دايليتد. وده بيحصل كتير يعني عشان احنا مش عارفين هي فين الفينتريكل، حدودها فين، ونقيس فين بالظبط خلاص. طيب عايز انت تطلع من الحكايه ديت، تبقى انت عندك لاند مارك مهم جدا هو الكرويد بليكسس اللي موجود في الاوكسيبيتال هورن. الكرويد بليكسس ده محدود بالوول بتاع الفنتريكولار سيستم اللي هو الابيض اللي قدام ده واللي ورا خلاص، وادي الكرويد بليكسس اهي ماشي. طيب لو هي دي كلها، لو كل ده فنتريكولار سيستم اللي انا بشاور عليه ده، كانت الكرويد بليكسس دي حصل لها دانجلينج، كانت دي بقت دايليتد وكانت دي نامت فيها ماشي يا شباب. فتاخد بالك من المساله دي، يعني عينك تلقط الفنتريكولار سيستم او المكان اللي انت ادي اللي انت هتقيس فيها اهو، ادي الفرنتال هورس وادي السبتم باللوستم، يبقى انا هقيس هنا خلاص. فين الفنتريكل اللي هنا اهو، ادي الخط الابيض الوول بتاعها وادي الخط الابيض التاني. ايه اللي ورا ده؟ ده برينتش وماليش دعوه بيه ماشي، ما نتلخبطش في الحكايه دي خالص. طيب الفيو اللي بعد كده اسمه كيفان فيو، اللي هو بتاع الكيفان سبتم اللي احنا لسه شارحينه من شويه. الكيفان سبتم ده بيبان كحاجه تريانجولر، حاجه زي سيستك ستراكشر كده موجود في مكان الكيفان سبتم. ده بنسميه ده كيفان سبتم باللوسدم، هو بيبقى في المكان ده. انما اللي فات ده كده بنسميه ده كيفان سبتم. لما يبقى كيفان سبتم باللوسدم، كيفان سبتم باللوسدم يعني ايه؟ يعني حاجه بقى فيها شويه سي اس اف موجوده هنا في الايه، في المكان ده كده خلاص. طيب ادي برضو من الحاجات اللي ايه اللي احنا بنبص عليها. طيب اهميه بقى الكيفان سبتم باللوسدم فيو ده هو ايه؟ ان ده المكان اللي احنا مش بنقيس بقى فيه الفنتريكولار سيستم، ده المكان اللي انا بقيس فيه البايبرايتال دايمتر والهيد سيركمفرنس، مقاسات الهيد بتبقى في المكان ده. فبالتالي ابقى عارف الحته اللي عامله زي البوكس دي خلاص، اللي بين الفرنتال هورنس بتاع اللاترال فنتريكل، وبعدين ادي خط اللي هو في النص اللي هو تكمله الانتر هيمسفيريك فيشر، وادي السلاماي. ده المكان اللي انا جايز فيه الايه البايبرايتال دايمتر والايه والهيد سيركمفرنس ماشي يا شباب. اهو نعلمه يعني كل مقطع بنبص عليه ليه اهميه احنا هنحتاجها بعد كده خلاص، عشان لما تيجي تقيس في المكان الصح. لما تقيس تيجي تقيس في اللاترال فنتريكل تجيب الـ 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 الحاجه الصح بتاعتها، تيجي تقيس هنا في الكيفان فيو يبقى انت عندك اتنين سلاماي ماشي وعندك اللي هو الايه الكيفان سيبتم خلاص. ما تجيش تقيس بايبرايتال في المكان ده ماشي، ما تروحش جايب الفالكس في النص كده وتيجي تروح واخد خط من هنا وتقول انا بقيس البايبرايتال. بايبرايتال دايمتر ده معناه اللي هو الميد بارت بتاع الهيد، ده مش هو كده خلاص، ده كده احنا فوق اما تشوف البادز بتاع الايه الفنتريكل. اوكي ادي اللي هو الفيو اللي بعده، ندخل على الفيو اللي هو اكتر اهميه بقى اللي هو بتاع البوستيريور فوسا. بوستيريور فوسا ده تبقى انت عارف الاستراكشرز الموجوده فيه، عشان ده هيبقى الكلو بتاعك في تشخيص كونجينيتال انوماليز خطيره بتحصل زي الداندي ووكر والكياري مالفورميشن، ودي من الحاجات الفيري كومن. فلازم تبقى انت عارف الفيو ده ايه النورمال استراكشرز اللي فيه، عشان لما مشكله تحصل فيه تبقى انت تعرف ايه تشوف. طيب ده انت بتجيب الليفل بتاع السلامس اللي انت شايفهم دول السلاماي، وادي اللي هو الانتر هيمسفيريك فيشر ماشي وبتخليك تعمل انجيوليشن شويه بوستيريور. احنا هنبقى يعني ان شاء الله بعد الكورس يا جماعه نعمل لكم جزء براكتيكال ان شاء الله، وهنجيب حالات ونوريكم الكلام، بس انتوا تبقوا فاهمين اللي احنا بنقوله ده. طيب ايه الحاجات الموجوده في البوستيريور فوسا؟ السيسترنا ماجنا
اللي هو السي اس اف سبيس اللي ورا العظم ده على طول، ماشي، اللي ورا بين السيريبيلم ده السيريبيلر هيمسفير الدايره دي، وادي الدايره دي، وادي السيريبيلر فيرمس اللي هي في النص دي، واللي ورا السيريبيلم هو الايه السيسترنا ماجنا، ماشي خلاص كده يا شباب. والسلاماي دول اللي هم الايه اللي قدام. طيب يبقى انا عندي دلوقتي فيه اللي لازق على العظم على طول السيسترنا ماجنا، واللي قدامه التو سيريبيلر هيمسفير. نشوف السيسترنا ماجنا اهي، ادي السيسترنا ماجنا اهي، ادي السيريبيلم وادي السيسترنا ماجنا، مكان كده في شويه سي اس اف نورمالي المفروض ما يزيدش عن 10 مللي. لما انت تقيسه كده في الايه في الانترو بوستير دايمتر يعني بتلاقيه 2 مللي مش عارف ايه، ما يزيدش عن 10 مللي خلاص. طيب ادي ايه، ادي اول واحد اللي قدامه اللي هم الايه البوستريبيلر هيمسفيرز اهم، ادي السريبيلر هيمسفيرز دايرتين سود كده او هايبو اوكوك انتيرور للحته اللي فيها سي اس اف اللي هي السيسترنا ماجنا دي، ماشي. طيب واللي بين التو سريبيلر هيمسفيرز دول اللي هو السريبيلر فيرمس، وناخد بالنا عشان بعد شويه هنيجي نتكلم في الداندي ووكر هنعرف ان السريبيلر فيرمس دي ما بتبقاش موجوده اصلا او بتبقى سيفيرلي هايبوبلاستيك. فانت لما تبقى انت عارف الاناتومي ده خلاص يبقى انت هتلقط اي حاجه يحصل فيها مشكله في المكان ده. ادي السريبيلم اهو يا جماعه، نقطتين هايبو اوكوك اكروس الميد لاين، ده سريبيلر هيمسفير وده سريبيلر هيمسفير، وادي السريبيلر فيرمس اللي هو الايكوجينيك شويه اللي هو بين الايه بين التو لوبس بتاع الايه السريبيلم، ماشي. طيب احنا قلنا اهميه الفيو ده بتاع البوستير فوسا ده ان هو هيورينا التو كومن ديس اوردرز بتوع البرين اللي هم الداندي ووكر والكياري اللي احنا هنشوفهم بعد كده، ولما هنشوفهم هنقول هم لخبطوا بقى الاناتومي ده ازاي، حصل لخبطه في ايه. خلاص دي البيزك فيوز يا جماعه اللي احنا بندور عليها في البرين، كل ما تشوف واحد فيهم يعمل لك يطمنك ان مفيش حاجه هنا، تشوف الانتر هيمسفيريك فيشر تقول ده الكليفج كويس، خلاص حصل كليفج البرين. تقيس اللاترال فنتريكل تقول ده مفيش هيدروكيفلس عند الترانس فنتريكولار فيو او الفنتريكولار فيو، خلاص؟ تطلع فوق على الكيفان سيبتم ده وانت جاي تاخد المقاسات بتاع البايبريتال والحاجات دي هتجيبه. تبص على البوستير فوصة تلاقي الحاجات دي نورمال استراكشرز اللي احنا قلنا لك عليها دي، تشيل من دماغك الكياري والداندي ووكر والكلام، خلاص. طيب في نبص بص على بقيه البرين، ولو ان الحاجات دي مش حاجات بيزك ان هي هتشخص لك حاجه بقى، اللي فاتوا دول هم دول اللي هيشخصوا لك، لكن مفيش مانع ان انت تبص على البادز بتاع اللاترال فنتريكل، تبص على الانتر هيمسفيريك فيشر، تجيب ادي الكوربس كالوزم، ادي الفرنتال هورنز بتوع اللاترال فنتريكل في شكل كرونال كده، شايفين دي؟ دي اللي هي انا جايب صوره كرونال اهو يا شباب، ده اللي هو السيسترنا ماجنا اللي ورا دي، ده الرايت سيريبيلر هيمسفير وادي الليفت سيريبيلر هيمسفير، ماشي؟ ده المنظر اللي احنا كنا موريناه لكم من شويه بس في ايه؟ في اكزيال، ده كرونال اهو، ده الفرنتال هورنز بتوع الايه؟ اللاترال فنتريكل، وده طبعا الكوربس كالوزم اللي معدي انتيرور ليهم، ماشي كده يا شباب. ده التنتوريوم خلاص، وده اللي هو الايه السيريبيلر هيمسفير، والحته اللي فيها سي اس اف اللي لازقه في العظم ورا على طول دي، ده اللي هو الايه السيسترنامال. طيب ده شكله كرونال، ده ساجيتال اهو، ادي الكوربس كالوزم اهو، واللي تحته دي اللاترال فنتريكل، وبعدين السالمس تحت يعني. بس ده من الحاجات اللي انت بتبص عليها لو انت شاكك ان في الكوربس كالوزم مش موجود، يبقى تبص برضو على صوره ساجيتال بهذا الشكل، ماشي. طيب ادي الحاجات اللي احنا هنبص عليها اناتوميكالي في البرين. نيجي للي هو الايه للحاجات اللي في الفيس، اهم حاجه في الفيس اللي هو النوز والنيزل بون، واحنا قلنا الكلام ده يا جماعه ان النيزل بون عامله زي تو بارل ستراكشرز كده، وبعدين التيب بتاع الـ النوز بتبقى انتيرور لقدام، خلاص؟ خلي بالك عشان لو ده مش موجود ده في حاجات في هنسسبكت ان في ايه انوماليز. واحنا قبل كده قلنا النيزل بون
خلاص بنشوفها عند الليفل اللي احنا بنقيس فيه اللي هو الايه النيو كاترانسلوسنسي. خلاص يعني انت تعلمها بالايه بالمكان ده كده. خلاص طيب ادي ادي ترجع تبص برضو تقدر بال2 دي تبص على اللبس تبص على النود زي ما انت شايفهم كده. ده اللي هو يعني صوره هيت اي بي ادي الابر ليب وادي اللور ليب وادي النود وتقدر تشوف الايه التفاصيل دي كلها برضو بالايه بال2 دي الترا ساوند. خلاص بعد كده تبص على الاوربتس خلاص ويهمك ان الاوربتس دول في المقام الاول ما يكونوش قريبين لبعض. يعني لما يحصل ديكريز للانتر اوربيتال ديستانس يقربوا لبعض. دي من الحاجات اللي احنا بنشوفها في الهولو بروزن كيفالي وهنقول الكلام ده بعد شويه. فيعني دي برضو من الحاجات اللي احنا ايه بنبص عليها. ممكن تبص على الايش خلاص يعني والحاجات دي انتوا طبعا اللي بيشتغل فيكو 4 دي الترا ساوند هيشوف الكلام ده يعني هيشوف العجب ده يعني اللي احنا عمالين بنحكي فيه ده. يعني تلاقي واحده جايه خلاص انا يعني انا شفت ودن بس عايز اشوف الودن الثانيه هي فين ودنه الثانيه. تقوم انت تقعد نص ساعه تدور على ودنه الثانيه يعني ويكون هو مثلا بريتش او نايم برون او اي حاجه يعني خلاص بس هي مصره انها تشوف ودنه الثانيه. انت حاول ان انت تشوفه بال2 دي ما دام هو مش مديك فرصه ان انت يعني يعني تدخل التاريخ يعني وتشوف ودانه يعني ف طيب دي الحاجات اللي هي الفيشيال استراكشرز. انا اقصد يا جماعه بال2 دي الترا ساوند انت تقدر تشوف الايه الفيشيال استراكشرز دي. طيب بعد كده اللي هو الايه السباين عايزين نبص على السباين. اهم حاجه وانت بتبص على السباين تبص عليه في الساجيتال عشان احنا عندنا الحاجه الـ يعني السباينال انوماليز اللي احنا هنشوفها كلها يعني ايه ممكن محدش يكلمك فيها الا انومالي يعني ايه اللي هو الكودر ريجريشن ان يبقى السكرم مش موجود خلاص ويبقى جاست اللامبر سباين او يبقى في حاجات من اللامبر فيرتيبري كمان مش موجودين. فدي اللي انت هتلام عليها بشده يعني انت ما شفتش الفقرات بتاع ظهره يا دكتور موجوده ولا مش موجوده. انما مثلا ما نلاقي ايه باترفلاي فيرتيبرا هيمي فيرتيبرا ده استيماتو مايليا مش عارف ايه كل الحاجات اللي احنا الانوماليز اللي في السباين اللي هنقولها بعد كده كلها يعني ايه ما فيش فيها مشكله قوي يعني حتى لو عدت عليك ما فيش فيها مشكله قوي الا الكودر ريجريشن والمننجيسيل اللي بيجي في الباك دول اللي احنا عايزينك تبقى انت عارفهم. وبالتالي لما انت تيجي تفحص السباين افحصها في الساجيتال المنظر اللي ايه اللي انت شايفه ده خلاص يعني يعني شوف شوف الفقرات لاخرها خلاص وهتلاقي اخر نهايه السباين عند البلادر يعني يعني البلفس بتاع البيبي هتلاقي نهايته زي الايه السكرم اللي انت شايفه ده. دي السباين كامله اهو وهنوريكم صور دلوقتي الحاجات اللي هي الايه الابنور. ده برضو صوره للانترا سباينال كونتينس من جوه يعني طبعا ده اللي هو الفيرتيبرال باديز دي البوستيرور اليمنتس بتاع السباين دي الديوره اللي جوه في السباينال كانال وهكذا. تقدر كمان انت تشوف الايه التفاصيل دي. طيب يبقى انت في الساجيتال كل اللي يهمك ان انت مفيش ما تلاقيش حاجه واقعه من او ناقصه من الايه السباين. في الاكزيال هتلاقي الثلاثه اوسيفيكيشن سنترز دول في الايه النورمال ثلاث نقط كده خلاص دول اللي هم البيديكلو لامينار جانكشن البيديكلز اللي هم بتوع الفيرتيبري اللي على الجناب وهم ماسكين في اللامنه وده اللي هو الايه الفيرتيبرال بادي اللي في النص ده يعني ده الفيرتيبرال بادي ودول اللي هو الابنديجيزس اللي هي العظم اللي ماسك في السباين اللي بيمسك الفيرتيبرا اللي فوق باللي تحت وهكذا. فده الشكل النورمال اللي انت تشوفه تلاقي زي ثلاثه اوسيفيكيشن سنترز كده ماشي عشان لما ما تلاقي يعني 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 ما تلاقيش حاجه فيهم تشك ان السباين دي فيها حاجه خلاص هيمي فيرتيبرا مش عارف باتر فلاي فيرتيبرا يبقى فيه حاجه في الفيرتيبرا.
تاني حاجه تبص على السكين اللي انت شايفه ده اللي هو فوق السباين ده، عشان طول ما السكين انتكت يبقى ما فيش حاجه خرجت منه، يبقى ما فيش منينجيوسيل، ما فيش مش عارف ايه الكلام ده كله. خلاص كده يا شباب اهو ده في الاكزيال، وادي الساجيتال، ادي الاكزيال، دول الثلاثه اوسيفيكيشن سنترز، ده الفيرتيبرال بادي، دول الاثنين اللي على جنب الرايت والليفت بيديكلز واللامني، وهم ماسكين في بعض. ماشي كده؟ طيب. عرفنا دلوقتي الحاجات الابنورمال بقى. يعني الحاجات النورمال اللي احنا هنشوفها، والمفروض دي شكلها كذا ودي شكلها كذا ودي شكلها كذا. طيب لما يحصل انوماليز بقى تلخبط لنا الجزء بتاع اللي هو الايه السي ان اس ده، ايه الانوماليز اللي احنا متوقعين ان احنا نشوفها؟ فيه نوعين كبار، ان هو النيورال تيوب ديفكتس والمايجريشن ديس اوردرز، دول اكبر تو انوماليز بيحصلوا في الايه في البرين، او الانوماليز بتاع البرين بيتقسموا تحت الايه التو كاتيجوريز دول. النيورال تيوب دي هي اللي بتكون البرين وبتكون السباينال كور، ماشي؟ فلو فيها مشكله يبقى انت تتوقع ان هيحصل مشكله في البرين او في الكورد او في السباينال كانال او فيهم الاثنين. طيب المفروض ان هي بتقفل خلاص عند الثيرد او الفورث ويك، فلو هي ما قفلتش يبتدي يحصل الايه المشاكل بتاعتها. ايه المشاكل بتاعتها اللي هي الحاجات دي؟ المشاكل اللي بتحصل نتيجة النيورال تيوب ديفكتس، يعني ما تقفلش في وقتها، الانكفالي، الانكفالوسيل او اللي احنا بنسميها كفالوسيل، المننجيوسيل والمننجيومايلوسيل اللي بتحصل في الايه في الباك. خلاص؟ طيب احنا هنشخص الكلام ده ازاي، او بيشكوا الكلام ده ازاي؟ بيلاقوا اللي هو الالفا فيتو بروتين عالي، تاني حاجة بيعملوا امنيوسينتيسيس، ثالث حاجه اللي هو الايه الالترا ساوند بتاعنا اللي احنا ايه هنقول عليه. نتكلم على كل واحده فيهم كلمتين. الانكيفالي، انكيفالي يعني لما الكيفاليك بورشن بتاع النيورال تيوب ما يقفلش خلاص، فيحصل ان هو الجزء اللي هو يحصل له فورميشن نتيجه الكلوجر بتاعه ما يتكونش. خلاص، ايه بقى الجزء ده اللي هو البرين او السكالبود الكاليفيرم والبرين نفسه؟ ماشي، يبقى انت لا هتلاقي عظم ولا هتلاقي برين تيشو ولا هتلاقي حاجه موجوده فوق الاوربت اللي انت شايفهم دول. ولما تشوف المنظر ده يديك الفروج لايك فيس، وساعات يبقى معاه ايه بولي هيدرامنوس. خلاص، طيب سبب البولي هيدرامنوس هنا ايه؟ وهنقول الكلام ده بعدين. ان اللايكور خلاص البيبي ده بيعمل سوالونج لللايكور وبعدين بيورينيت والكلام ده. طيب عشان يعمل سوالونج لازم يبقى فيه برين يحرك الكلام ده. خلاص، طب ما فيش برين، ما فيش سوالونج، فده اللي هو سبب الايه البولي هيدرامنوس في الايه في الاطفال دول. طيب يبقى انت عندك دلوقتي لا هتلاقي كرينيال بونز ولا هتلاقي برين تيشو موجود، ونتيجة الكلام ده هيتكشف الفيس بتاع الفيتس يديك ايه عامل زي الفروج لايك اللي انت شايفه ده. طيب تاني حاجة يبقى مكان البرين تيشو عشان ما تتلخبطش حتة سوفت تيشو كده ال ديفايند، ماشي، بنسميها انجيومتاستروما، سودو انجيومتاستروما. خلي بالك اهو زي اللي هو الحتة دي كده، اوعى تتلخبط فيها وتقول عليها ده برين تيشو والبيبي ده كويس والكلام ده، لان انت شطارتك ان انت تشخص الكلام ده بدري. يعني واحنا قلنا ده من ضمن الانديكيشن ان انت تعمل ايرلي انومال سكان حتى في نهايه الفيرست تريمستر، يعني في ال 11 اسبوع وفي ال 10 اسابيع خلاص الفيتال هيد اتكونت، ماشي، فانت تقدر تشخص الانكيفالي في الوقت ده. فانت لما تشوف حاجه زي كده ما تلخبطكش وتفتكر ان ده برين تيشو، عينك دايما على العظم في الاساس، العظم ده حاجه ايكوجينيك زي ما انت عارفه خلاص، ولقيته مش موجود، ماشي. طيب ادي الحاجات اللي احنا هنشوفها في الايه في الانوماليز. ساعات بقى يعني ايه
تلاقي حد يقول لك يا دكتور ده مش عارف ايه، ده انا شايف ايه، يعني ممكن يكون شايف الانجيوم تستروما دي ويقول لك لا ده البرين موجود، لا ده مش عارف. خلاص اعمل مثلا 3 دي او اعمل 4 دي التراساوند، هتلاقي الصوره فيري كلير زي ما انت شايف كده. ماشي. طيب تاخد بالك ان احنا عايزين نشخص الكلام ده بدري، ليه؟ عشان ده من الحاجات اللي هنعمل له ترمينيشن، يعني ده incompatible with life. ما تقعدش انت تقول ده مش عارف suspecting ومش suspecting، لا انت لازم تكون تشخص الكلام ده زي ما انت شايف في الصورة كده، يعني ده امبريو مثلا او بتاع ما يكملش حتى 10 اسابيع. ماشي. فانت تشخص الكلام ده بدري عشان هنعمل ايه، ده مش ايه، مش هيكمل. الحاجة التانية بتاع التيوب ديفكتس اللي هو الكفالوسيل. كفالوسيل يعني ايه؟ يعني حصل ديفكت في السكال او في الكاليفيرا وفي حاجة خرجت منه. الحاجة اللي خرجت دي يا خرج برين تيشو فبنسميه كفالوسيل، يا خرج برين تيشو ومعاه مننجيس، يعني مننجيس فيها شوية سي اس اف برضه هنسميها كفالوسيل، يا خرج مننجيس وفيها سي اس اف بس هنسميها مننجيوسيل. خلاص. يبقى الكفالوسيل دي بتندرج تحت حاجتين، انكفالوسيل ومننجيوسيل. خلاص. يعني كفالوسيل دي حاجة خرجت من البرين وبعدين نسميها بقى، هل هي برين تيشو مع سي اس اف فنسميها انكفالوسيل، هل هو مننجيس بس وسي اس اف فنسميها ايه؟ مننجيوسيل. الاوكسيبيتال ريجون هي دي الموست كومن لوكيشن للكلام ده. ماشي. وطبعا في هاي اسوشيشن مع ايه؟ مع اذر انوماليز. الحاجه اللي احنا شايفينها الكفالوسيل اللي احنا شايفينه ده انكفالوسيل ولا مننجيوسيل؟ انكفالوسيل صح. انا عندي هنا اهو سي اس اف اهو، وعندي هنا برين تيشو، ادي الديفكت اللي حصل في السكال وموجود في الاوكسيبيتال ريجون، بس ده برين تيشو وده ايه؟ وده سي اس اف. خلاص. طيب يبقى ده اسمه ايه؟ انكفالوسيل. خلاص. ده احد انواع الكفالوسيل. ماشي. طيب اللي خرج ده فلويد بس، ده في سي اس اف بس، ده مننجيوسيل بنسميه مننجيوسيل. بس تاخد بالك ان لازم يبقى فيه ديفكت في الكاليفيرم زي ما انت شايفه كده، ادي العظم اهو ودي حاجه خرجت من العظم، عشان ما هو انت لو شفت ده من غير ما يبقى فيه ديفكت ممكن يبقى راكينويد سيست، ممكن يبقى اي حاجه، اي سيست في البرين. خلاص. فلازم تتاكد ان فيه ديفكت في العظم. ماشي. ده الشرط الاساسي بتاعنا عشان نقول ان ده مننجيوسيل او ده انكفالوسيل. ماشي يا شباب. طيب هو ايه بقى اهميه ان انا اقول دي مننجيوسيل او اقول دي انكفالوسيل؟ عشان البروجنوزس، لما يبقى حاجه فيها برين تيشو ده هتبقى حاجه صعبه وتحتاج سيرجري، وطبعا للبلاننج والكلام ده مهم جدا اما يجي يعمل ايه ريكونستراكشن للايه للمنطقه دي. خلاص. طيب ده الحاجات اللي هي بتاع النيورال تيوب يا جماعه. يبقى احنا عندنا انكفالي وعندنا كفالوسيل اللي هما النوعين الكبار بتوعها، الانكفالوسيل والايه والمننجيوسيل. نيجي لحاجات المايجريشن ديس اوردرز. يعني ايه مايجريشن؟ الحاجات الكورتكس السيريبرال كورتكس دي اساسا بتبقى كلوز للفنتريكلز في الانترايتراين لايف، وبعدين بيحصل لها مايجريشن تطلع لبره. خلاص. لو حصل اريست المايجريشن ده ان السيريبرال كورتكس تتنيها واقفه في مكانها، خلاص ده بنسميها ايه؟ نيورونال مايجريشن ديس اوردرز. خلاص. طيب ده بيحصل بين الاسبوع الثالث والخامس، بين الشهر الثالث والخامس، و التو انوماليز اللي بيحصلوا نتيجه المايجريشن ده حاجة اسمها سكيزن كفالي وحاجة اسمها ايه؟ ليسن كفالي. خلاص. دول الحاجتين اللي احنا هنشوفهم في الايه كمايجريشن ديس اوردر. يعني ايه؟ يعني المفروض الكورتكس اللي بره دي كانت موجودة هنا وبعدين بتخرج لبره. خلاص. لا هي ما خرجتش لبره، هي فضلت في مكانها. ماشي. فضلت في مكانها هنا.
فنلاقي كورتيكال تيشو خلاص او جراي ماتر. احنا عارفين يا شباب ان الكورتكس عباره عن جراي ماتر، وعارفين ان الوايت ماتر ده موجود لجوه. طب لما تلاقي الجراي ماتر خلاص هو اللي جنب الفنتريكل، تعرف ايه؟ تعرف ان هو ممشيش خلاص، يعني تعرف ان ده يعني ممكن يكون سببه ان يكون حصل مايجريشن ديس اوردر، هو ما اتحركش من المكان ده. طيب لو هو ما اتحركش من المكان ده وراح عامل كوميونيكيشن مع الفنتريكل وعمل كليفت بالمنظر ده وهو لايند بالايه بالجراي ماتر، شايف انت ال 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 ده جزء من الجراي ماتر، وبقى الكليفت ده اتملى سي اس اف ومبطن بالايه بالجراي ماتر وعمل يعني تشينج او ديستورشن للفنتريكل اللي جنبه، يعني لخبط الشكل بتاعه زي ما انت شايف هنا برضو كده في صورة الالترا ساوند. خلاص ده بنسميه ايه؟ بنسميه اوبن ليب، ان هو التو لايرز اللي هم بتوع الجراي ماتر خلاص اللي جوه الكليفت ده فاتحين، فده بنسميه اوبن اهو بنسميها اللي هو الاوبن كليفت، او التاني اللي هم فضلوا لازقين على بعض دي هيبقى صعب ان انت تشوفها في الالترا ساوند، اللي هو الكلوزد ليب سكيزنج كيفالي، ان انت تلاقي تو لايرز بتاع الجراي ماتر ومفيش بينهم سي اس اف بس موجودين، دي هتشوفها في الام ار، صعب ان انت هتشوفها في الالترا ساوند. والموست اللي هو الاوبن ليب ده هو ده الكومن، فعشان كده هنشوفه برضو في الايه في الالترا ساوند في البري نيتال الترا ساوند. طيب اهو زي الصوره اللي انت شايفه ده، ادي حته كليفت اهو في سي اس اف ماشي، وبعدين عمل ديستورشن للفنتريكل اللي موجوده جنبه دي، والفنتريكل ده في الثيرد فنتريكل دي دايليتد واللاترال فنتريكل دي دايليتد خلاص، يعني فيه هيدروكيفلس مع اللي هو الايه الكليفت اللي احنا شايفينه ده اللي هو الايه الاوبن ليب. طيب ماشي. طيب ادي اللي هو الايه السكيزنج كيفالي، وده لو هو اوبن طيب انت هتقدر تشوفه، وغير كده هيبقى صعب شويه. الحاجه الثانيه اللي هي الايه بنسميها ليسن كيفالي. ليسن كيفالي يعني ايه؟ يعني الجيراي الكورتيكال جيراي دي ما تكونتش او اتكونت وقليله جدا، يعني فيه مشكله. انت عارف ان الكورتكس هنا بتاع البرين عباره عن بره كورتيكال صلصاي وجيراي خلاص، الجيراي دي اللي هي البروتروجنز والصلصاي دي اللي هي الفراغات اللي بينهم ماشي. فاللي بيحصل في الليسن كيفالي ان هو بيحصل مينيمال سالكيشن خلاص، يعني عشان كده جه الاسم بتاعه من اللي هو ليسن كيفالي، يعني سموث يعني مفيش صلصاي خلاص، يعني برين املس خلاص زي ما انت شايفه كده اهو، تلاقي مفيش فيه اي تعرجات. ده اللي احنا بنسميه ايه ليسن كيفالي. اللي احنا بنشوفه في الرنين ده معمول فيتال اهو ماشي، شايفين هنا لا فيه صلصاي ولا فيه جيراي ولا فيه اي حاجه، وتلاقي عند مكان السيلفيان فيشر راح داخل لجوه كده عمل لنا منظر للبرين زي حرف 8 شيبد كونفيجريشن للفنتريكلز، بتلاقي الفنتريكولار سيستم اهو زي شكل التمانية كده اهو، ده مكان بقيه السيلفيان فيشر، وعشان البرين كله سموث فيروح مدينا الايه اللي هو شكل حرف 8 ده، لكن هنا تلاقي البرين سيرفيسز كلها سموث. ده صعب ان احنا نشخصه يا جماعه في الانتينيتال الترا ساوند، لان هو نورمالي البرين تيشو قبل 18 اسبوع هو بيبقى كده خلاص، يعني بيبقى فيه تشارلس، لا انت شايف له صلصاي ولا جيراي ولا اي حاجه، فانت ما تقدرش تحكم عليه اذا كان فيه ليسن كيفالي او ما فيش ليسن كيفالي. وعشان كده دي احد الحاجات اللي احنا بنقول لما تيجي تعمل انومال سكان اصبر شويه خلاص لبعد الايه لبعد ال 20 اسبوع او لغايه 20 اسبوع، لان حتى 18 اسبوع برضو لغايه 18 اسبوع السيريبيلر فيرمس
ما بتكونش لسه اتكونت تماما، خلاص؟ واحنا هنقول الكلام ده دلوقتي. فلما تيجي انت في الداندي ووكر نقول ايه ده، حصل سيريبيلر هايبوبليزيا او هايبوبليزيا اللي في السيريبيلر فيرمس. طيب انت لا يعني وتقول الكلام ده قبل 18 اسبوع، طب ده اذا كان اساسا هي نورمالي لسه ما اتكونتش. فعشان كده يا جماعه احنا بنحاول ان احنا الانومال سكان ده يبقى في ده البروبر تايم بتاعه عشان الحاجات اللي احنا عمالين بنحكي فيها دي. طيب يبقى انت عندك الليسن كيفالي صعب ان انت ايه تشخصه، ماشي. السكيزن كيفالي لو هو الاوبن ليب تايب ممكن احنا ايه نشخصه. طيب نيجي بقى للحاجات اللي هتحصل في البوستير فوسة، فاكرين الفيو اللي احنا قعدنا نقول لكم عليه اهو، هتيجي بقى مشاكله هنا اللي هو اكبر حاجتين انوماليز بنشوفهم اللي هم الداندي ووكر والكياري مالفورميشن. طيب الاول اللي هو الايه الداندي ووكر، الداندي ووكر ده حصل ايه؟ ادي السريبيلر هيمسفير وادي الفورس فينتريكل، حصل سيست في البوستيرير فوصة، والسيست ده يقال ان حصل ميجا سيسترنا ماجنا، يعني دي ده بيمثل السيسترنا ماجنا. بس ايه الباثولوجي الاساسي؟ حصل هايبوبليزيا في السريبيلر فيرمس، يعني شايف السريبيلر هيمسفير ادي واحده وادي الثانيه. السريبيلر فيرمس المفروض هي اللي بينهم هنا، واخدين بالكم يا شباب من الصوره اللي احنا قلناها في الاناتومي من شويه؟ طيب ده هي مش موجوده خلاص، وبقى ريبليز البوستير فوصه بالسيست اللي انت شايفه ده ريترو سيريبيلر، وهذا السيست ده ممكن يكون اللي هو كل دي سيسترنا ماجنا وكوميونيكيتنج مع الفورس فينتريك، ده اللي احنا بنسميه داندي ووكر مالفورميشن. الحالات دي بيبقى فيها فينتريكولوميجالي في 90%، دايما دول بيبقى معاهم هيدروكيفلس مش فينتريكولوميجالي. خلاص زي ده صوره الساجيتال، ادي السيست اللي موجوده اهوت، حته سيريبيلم موجوده اهيت ماشي، وادي الدايليتد لاترال فينتريكل ودي موجوده في الايه في البوستير فوس ماشي. طيب ده المنظر اللي احنا بنشوفه في الام ار، ادي النورمال اهو يا شباب، ده الفورس فينتريكل وده السيريبيلم وده البرين ستيم، نلاقي حته بتاع سيريبيلر هيمسفير الموجوده، وكل ده سيستك ستراكشر سي اس اف خلاص هو اللي ريبليزد اللي هو الايه الهايبوبلاستيك ايه سيريبيلر ماشي. طيب واحنا قلنا برضو من شويه ما تشخصش الكلام ده قبل 18 اسبوع، لان السيريبيلر فيرمز اللي هي اساس الباثولوجي اللي احنا بنتكلم عليه ما بتتكونش او ما بتتكونش كومبليتلي قبل 18 اسبوع. اوكي ده اول واحد يا شباب. طيب ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ لما انت تشوف حاجه سيستك ستراكشر وانت بتعمل الترا ساوند في السيستك ستراكشر او في البوستيريور فوس، ايه الحاجات اللي هتيجي هنا؟ رقم واحد الميجا سيسترنا ماجنا، خلاص ميجا سيسترنا ماجنا مفيش حاجه في السيريبيلر فيرمس، تلاقي السيريبيلر فيرمس نورمال وهي زادت عن 10 مللي اللي هو النورمال بتاعها اللي احنا قلنا عليه، خلاص. طيب تاني حاجه بيبقى في اراكينويد سيست، يحصل ريترو سيريبيلر اراكينويد سيست، بس الاراكينويد سيست لما يجي ما تلاقيهوش في الميد لاين، احنا عندنا السيسترنا ماجنا ده ميد لاين ستراكشر، الكياري الداندي ووكر السيست اللي انت بتشوفها في الميد لاين ورا السيريبيلر ورا السيريبيلم متسنطره وراه خلاص، وبعدين معاها الهايبوبلاستيك فيرمز ماشي. طيب لكن انا عندي الاراكينويد سيست هتلاقيه على جنب، تلاقيه ورا الرايت سيريبيلر هيمسفير ورا الليفت، وتلاقيه ضاغط عليهم يا زائد الكلام ده المفروض ده احمد شعلان هيشرح لكم الكلام ده في البيدياتريك يا جماعه. اوكي بس دول هم دول الحاجتين الاساسيتين اللي احنا بنحاول ان احنا نفرقهم من الايه الداندي ووكر. طيب الانومال الثاني اللي هو الكياري مالفورميشن، ايه اللي بيحصل في الكياري مالفورميشن؟ اللي بيحصل ان السيريبيلر تونسلز خلاص او جزء من السيريبيلم بينزل في الابر بارت بتاع السيرفايكال كانال ماشي، ادي اساس الباثولوجي.
فيروح ملخبط لنا الدنيا كلها بقى اللي مرتبطة بالكلام. لما ينزل تحت يوم ايه؟ يوم يشد السيربيلم اتشد لتحت، فيروح قافل السيسترنا ماجنا اللي هي وراه، ما السيسترنا ماجنا وراه خلاص، فيروح قافلها خلاص. نتيجة الشدة دي يعمل كومبريشن على الفورس فينتريكل خلاص، فيروح عامل هيدروكيفلس ماشي. و يعني ده اساس الباثولوجي اللي بيحصل. ايه بقى اللي بيحصل تاني؟ بيحصل تاني ان بيبقى دي اسوشيتد مع منينجيوسيل في الباك اللي هو الكياري. الكياري فيه منها كذا نوع يا جماعه. كياري 1 ان هو يبقى فيه حته سيريبيلم بس نزلت صغيره وما فيش فيها حاجه في الباك خلاص. كياري 2 اللي احنا اللي هو الموست كومن اللي احنا بنتكلم عليها دي، ان انت تشوف اللخبطه اللي حصلت في البرين ده بلس ان يبقى فيه منينجيوسيل او حاجه في الباك، مايلو منينجيوسيل اي حاجه في الـ في الـ في سباينال ديسترافيزم يعني. كياري 3 تلاقي الكلام ده حصل بس بدل منينجيوسيل تلاقي حصلت في الـ في السيرفايكال ريجون، وهنقول لكم وهنوريكم عليها هنوريها لكم دلوقتي. طيب يبقى انا عندي في الكياري في كرينيال كومبوننت وفي حاجه بتحصل في السباين. الحاجة اللي بتحصل في البرين الشدة والحدوتة اللي انا بحكي لك عليها دي انت مش هتاخد بالك منها قوي خلاص. يعني السيريبيلم والسيسترنا ماجنا والمش عارف ايه، ما في يعني الحاجات دي مهما انت برضو تبقى ويل ترين مش هتبقى مش كل الحاجات دي مش هتبقى حاضرة في ذهنك وانت بتفحص. الحاجة اللي هتخليك تدور ان دي كياري ولا لا هو الهيدروكيفلس ماشي يا شباب. يبقى انت وانس ان انت شايف حالة فيها هيدروكيفلس في البرين خلاص، رقم واحد تراي تو اكسكلود كياري مالفورميشن. ازاي؟ بص على الباك بتاع البيبي خلاص، لقيت منينجيوسيل ماشي يبقى دي كياري، من غير ما انت تقعد بقى تتفلسف وتدور على مش عارف ايه اللي زق ايه، لان الكلام ده كله بيبان اكتر بالام ار ماشي. طيب يبقى انا عندي الكرينيال كومبوننت رقم واحد اللي هيخليك تشك الفنتريكل اوميجالي. لما تقيس الفنتريكل دي وتلاقيها اكتر من 10 ملي، وهنتكلم على الفنتريكل اوميجالي والهيدروكيفلس دلوقتي، وبعدين تروح على الباك تلاقي فيه ايه ماس هنا خلاص، منينجيوسيل مايلو منينجيوسيل اي حاجه، تعرف ان دي كياري. اما تعرف الحكايه دي روح هات بقى الـ 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 الصوره بتاعت البوستير فوسا اللي احنا قعدنا نقول لك الاناتومي بتاعها، وحاول تدور بقى على الايه، على الحاجتين التانيين دول، البنانا ساين والليمون ساين اللي احنا هنقول لك عليهم دلوقتي. لكن ايه الكلو بتاعك دول، لكن ما تدورش على الموزة والمش عارف ايه دول دلوقتي، انت مش هتعرف مش هيوصلوك لحاجة. اوكي طيب الحاجات التانية اللي بتحصل في الكياري نتيجة شدة، انا عندي السيريبيلم نزل لتحت اتشد لتحت، فراح ايه جاي مفعوص على اللي هو الايه الاوكسيبيتال بون هنا، وراح لغيلي خالص الايه السيسترنا ماجنا اللي وراه ماشي. فالسيريبيلم الشدة بتاعته دي عملته التو سيريبرال هيمسفيرز بعمل زي البنانة كده اهو ماشي. فعشان كده سموا ده اللي هو الايه البنانة ساين، ده لما السيريبيلم والفورس فينتريكل والحاجات دي تنزل لتحت ماشي. ايه اللي هيحصل؟ حصل اوبليتريشن للسيسترنا ماجنا. فين السي اس اف اللي انت متعود ان انت تشوفه نورمال هنا؟ مش موجود خلاص. وتاني حاجة السيريبيلم اللي اتشد لتحت ده خلاص فقد الشكل اللي انت كنت شايفه، ان في كورتين هايبو اوكوك مدورين هنا، تلاقي حاجه مدايره كده عامله بكيرف كده عامله زي الايه زي البنانه خلاص. ده سبيسيفيك يعني، لو انت شفت المنظر ده مع الفنتريكلو ميجالي مع الكلام ده يبقى بخليك مطمن تماما ان ده كياري مال فورميشن خلاص. طيب امال ايه الليمون ساين؟ الليمون ساين ده ما هوش سبيسيفيك، تلاقي الفرنتال ريجون بتاع الهيد جايه ايه مبططه كده حصل لها ايه فلاتنينج يعني، ده ادي البارايتال بون وادي الاوكسيبيتال بون، تلاقي دي جايه لقدام كده.
دي ما هيش سبيسيفيك، لان ساعات في بعض الاطفال تلاقي الكلام ده موجود، وساعات في حالات الكياري تشوف المنظر ده وبعد 24 اسبوع تختفي خلاص، اما يحصل الجروس للايه للشكل الايه السكار. فدي ما هياش مهمه بالنسبه لنا، اللي هو الليمون ساين ده. يبقى البنانة اللي هو طعمها جميل دي اللي احنا ايه اللي هتخلينا تساعدنا خلاص. الليمونة دي احنا مش محتاجين ليمون، احنا يعني الليمون طيب ادي كياري 3 يا شباب. كياري 3 هتلاقي نفس الكلام، هيبقى فيه اللي هو المينينجيوسيل او الكفالوسيل او الكلام ده مع الحاجات اللي في البريم خلاص. يعني بدل ما دي في الباك تحت في اللمبر او في مينلي في اللمبر خلاص، هتلاقيها في الايه في السيرفايكال ريجن. ده الكياري 3. انا معايا حالتين منها واحنا النواب كانت موجوده الحالات اللي زي كده. ماشي كده يا جماعه، دول دي الحاجات اللي هتحصل في البوستير فوس. نيجي بعد كده للي هو اللي هو اللي انت هتشوفه بقى في كل حاجه، اللي هتشوفه في كياري واللي هتشوفه في الداندي ووكر اللي هو الفنتريكلوميجالي خلاص، اللي هو ده من الحاجات الموست كومن اللي انت هتشوفها، واللي انت ما يصحش ابدا ان انت تغلط فيها، عشان ده وانس ان هو تشخص بوست نيتال وانت ما خدتش بالك، ده يعمل لك مشكله كبيره جدا. وساعات الفنتريكلوميجالي يحصل لوحده ايزوليتد، وساعات يبقى اسوشيتد مع حاجات تانية زي ما احنا قلنا. احنا عمالين نقول في الكياري وعمال نقول في الداندي ووكر وعمالين وهنقول بعد كده في الاكويداكت ستينوزس خلاص، لكن ممكن يحصل هو لوحده يعني حاجه كسيبريت كده. في تو تيرمز تستعملهم، حاجة اسمها فنتريكلوميجالي وحاجة اسمها هيدروكيفلس. فنتريكلوميجالي يعني لما تلاقي حصل دايليتيشن للفنتريكل أقل من 15 مللي، ماشي؟ إحنا عارفين إن النورمال بتاع الفنتريكل لغاية 10 مللي، ما يزيدش عن 10. زاد عن 10 بقى من 10 ل 12، ده بنسميه مايلد. خلاص؟ مودريت بقت من 12 ل 15، ماشي؟ خلاص بعد 15 ما نقولش فنتريكل اوميجال، نقول في هيدروكيفلس خلاص. لان كلمه فنتريكل اوميجال دي قلنا ساعات انت تشوفها ايزوليتد وتعمل لها فولو اب وتلاقي حاجه كده ايه مالهاش تفسير خلاص، لا هي ده لا معاها دانديوكر ولا معاها كياري ولا 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 اي حاجه خلاص، دي اللي احنا بنسميها فنتريكل اوميجال. لكن لقيتها عدت ال 15 نقول عليها ايه؟ هيدروكيفلس. وانس ان احنا قلنا هيدروكيفلس يبقى فيه مشكله، يبقى فيه باثولوجي لازم انت تدور عليه. وده فرق ان انت تقول فيه فنتريكلوميجالي. فنتريكلوميجالي دي كلمه حلوه ومؤدبه وتروح ساكت وتقعد تعمل فولو اب، انما تقول هيدروكيفلس يبقى تقول لي سبب الهيدروكيفلس ده ايه خلاص. هل الهيدروكيفلس ده سببه كياري؟ زي ما قلنا من شويه، هو احد الكلوز بتاع الكياري لما تيجي تشوف الفنتريكل وتلاقيها بالمنظر ده وتشوف الكرويد بليكسس اللي هي نايمه فيها دي الدانجلنج اللي قلنا عليه، وتلاقي دي جايبه عده ال 15 مللي، لا يبقى اجري اشوف الباك بتاع البيبي. ما لقيتش منينجيوسيل يبقى دي مش كياري خلاص، ده دي حاجه في البرين بس. اكتر حاجه الحاجه الموست كومن اللي هي تعمل هيدروكيفلس في البرين ولا هي كياري ولا هي داندي ووكر هو الاكويداكت ستينوز خلاص. الاكويداكت اللي هي بين الثيرد والفورث فنتريكل، فلما تتقفل تلاقي اللاترال فنتريكلز دايليتد والثيرد دايليتد زي اللي انت شايفهم دول. ادي الثيرد فنتريكل اهو وادي اللاترال فنتريكلز خلاص كده يا شباب. طيب يبقى ده اللي هو الايه اللي احنا بنقول عليه ده الفرق بين الايه بين التو تيرمز. طيب ندخل على الحاجات اللي هي بقى بتاع الدايفرتيكوليشن اللي هو الميد لاين ابنورماليتيز، حاجه حصلت في الايه في قسمه البرين لرايت وليفت سيريبيلر هيمسفير. احنا قلنا دلوقتي فيه
abnormal migration اللي هو الليسينكيفالي والسكيزينكيفالي خلاص، وقلنا فيه abnormal diverticulation خلاص اللي احنا هنقوله دلوقتي اللي هو الهولوبروزينكيفالي، ودي الحاجة اللي بتحصل في الايه في الميد لاين. ايه الهولوبروزينكيفالي؟ هولوبروزينكيفالي هولو بروزينكيفالي يعني نقصد به الهولوبروزينكيفالون اللي هو الفور برين خلاص. المفروض ده زي ما انت شايفه كده بيحصل له كليفج نورمالي يتقسم لرايت وليفت خلاص اهو. في الهولوبروزينكيفالي ما يحصلش كليفج خلاص، يبقى هو حاجه واحده على بعضها كده بيتنيه كانه فنتريكل واحد. ماشي كده يا شباب؟ طيب واحنا عارفين من شويه ان ان الانتر هيمسفيريك فيشر هو ده اللي بيقسم التو سيريبرال هيمسفيرز، واحنا قلنا ده احد الحاجات اللي هو الفالس اول حاجه انت بتدور عليها لما تشوف البرين خلاص عشان تتاكد ان مفيش هولو بروزن كيفالي. بس ساعات الهولو بروزن كيفالي خلاص الجزء الاولاني بتاع الانتر هيمسفيريك فيشر اللي هو السبتم الكيفام سبتم اهو اللي انت شايفه ده، ادي النورمال ادي الفالكس اهو يا جماعه. الجزء الانتيريور بتاعه هو الايه هو السبتم اللي هو بين التو فرونتال هورنز بتوع اللاترال فنتريكل اللي احنا قعدنا نحكي عليه من شويه. ده بيبقى مختفي في كل درجات الهولو بروزن كيفالي، لكن البوستيريور بارت ده ممكن يبقى موجود في الـ في الـ في اللوبر والسيمي لوبر خلاص كده يا شباب. يبقى انا عندي الهولو بروزن كيفالي ده حصل ديس اوردر للدايفرتيكوليشن اوف ذا بروزن كيفالون اللي هو الفور برين، وعشان كده المشكله كلها حاصله في المكان بتاع الفالس في الانتيريور هنا، لان هي مشكله في الفور برين هنا خلاص. فده ما اتقسمش، ادي النورمال هنا جه اتقسم بس اتقسم على استحياء كده خلاص، ده سميناه لوبر. وايه اللي غاب منه هنا؟ البوستيريور بارت بتاع الفالكس موجود لكن الانتيريور بارت مش موجود، فبقوا دول حته واحده مع بعض. السيمي لوبر ده اختفى تماما خلاص، وبقى ايه بقت كانها فنتريكل واحده، وده البوستيريور ممكن يكون موجود. الالوبر اللي هو الموست سيفير فورم لا اللي قدام ولا اللي ورا موجود، وبالتالي الفنتريكلز كلها بقت حاجه واحده مع بعضها، والسلاماي هي كل الحاجات الميد لاين ستراكشرز هيبقوا كانهم حاجه واحده خلاص. يبقى انا عندي الحاجه الثابته في الهولو بروزن كيفالي هو اللي هو الايه السبتم اللي هو الايه الانتيريور فالكس الموجود. طيب ادي اللي هو الايه النوع الثاني اللي هو السيمي لوبر. المور كومن اللي احنا بنشوفه اللي هو السيمي لوبر. الالوبر ده سيفير فورم بيبقى معاها اذر انوماليز، وهم الثلاثه بيبقى معاهم فيشيال انوماليز اسوشيتد فيشيال انوماليز بدرجات متفاوته. اللوبر تايب اللي هو اخف واحد فيهم بيبقى ممكن تلاقي فيها فيشيال انوماليز وممكن ما تلاقيش. السيمي لوبر تلاقي فيه، الالوبر لازم تلاقي فيه فيشيال انوماليز اللي احنا هنقول عليها من شويه خلاص. ليه؟ لان هي دي الحاجات دي زي ما حصلت في الفور برين حصلت هنا في الفيس برضو. يعني هنا ايه اللي بيتقسم؟ الاوربت واحده بعيد واحده مش عارف ايه، لا هنقربهم للميد لاين هيبقى في حاجه اسمها هايبوتيلوريزم خلاص. ممكن يبقى في سنجل اي ماشي، ممكن يعني في اللي احنا هنقول لكم عليهم دلوقتي يعني. وعشان كده يعني ده من الحاجات اللي يقول لك ايه الفيس بريدكت ذا برين، يعني الحاجات اللي انت هتشوفها في الفيس خلاص هتشير للايه للمشكله اللي حصلت في الايه في البرين. السيمي لوبر اهو ادي السلاماي الاثنين لزقوا في بعض فيوز سلاماي، وادي الجزء الانتيريور فالكس مش موجود، ده اللي هو السيسترنا ماجنا يا جماعه ماشي، احنا اوكسيبيتال اهو خلاص ده السيسترنا ماجنا، وادي السيربيلم وادي السلاماي. السلاماي كانهم لازقين في بعض هما الاثنين ماشي، وهنا مفيش حاجه خلاص، والفنتريكل اختفى بقى فيه مونو فنتريكل ماشي.
طيب ال 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 الأوبر تايب يبقى فيه نفس الكلام ماشي، ويبقى فيه سيفير فيشيال انوماليز. اهو ايه الفيشيال انوماليز؟ هايبوتوليريزم. شايف انت الاوربتس عاملين ازاي؟ وده اللي احنا قلناه لك في الاناتومي في الاول خالص. اهم حاجه بس بص على الاوربتس دول قريبين من بعض، يعني الانتر اوربتال ديستانس دي او الانتر اوكولار ديستانس اخبارها ايه، خلاص، عشان دي من الحاجات اللي تخليك تشك ان فيه هولو بروزينكيفال. طيب النوز تلاقي فيه مشكله، الهايبوتوليريزم اللي احنا قلنا عليه ماشي. ادي اللي برضو اللي احنا بنشوفه في الفور دي الترا ساوند في حاله الايه ال الهولو بروزينكيفالي. وعشان كده دي من ضمن الانديكيشن ان انا اعمل 4 دي الترا ساوند. فاكرين لما انا قلت لكم هيبين الفيشيال ستراكشرز اكتر من ال 2 دي الترا ساوند؟ ده اهميته في حاجه زي كده ماشي، ان انت تلاقي اللي هو السايكلوبس اللي انت شايفه ده، خلاص سنجل اي تحت البتاع الزلومه اللي انت شايفها دي زي ما انت شايف كده. ممكن تلاقي هايبوتوليريزم، خلاص اللي احنا وريناها لك من شويه اللي هم دول بتوع الاوربت. ممكن تلاقي كليفت بلت وكليفت ليب، خلاص يعني انتوا معايا في يعني في جروب اسمه تواصل انا عامله على خلاص. دي انا اول ما عملت الجروب يعني كان يعني شيرنا حاله تيبيكال للهولو بروزين كافل، دي اول حاله خلاص، وكانت معموله بالفور دي ومعموله بالتو دي، وكل الفيتشرز اللي موجوده في الصور اللي انا عارضها دي، بس دي مش صورها يعني، خلاص احنا عرضناها في الاي دي اول حاله احنا عرضناها على جروب تواصل اللي هو الهولو بروزين كيفر ماشي. طيب يبقى انت في لما تشوف حاجات في الفور دي لازم تعمل في التو دي لازم تعمل ايه؟ فور دي، خلاص. ادي اللي هو الابنورمال اوف دايفرتيكيليشن. لا جينيسيس اوف كوربس كالوزم من الحاجات برضو ده صعب شويه ان انت تشخصه برضو في الا لو جبت الصوره الساجيتال ولقيته مش موجود وهكذا ماشي. في شويه فايندنجز كده يعني تلاقي هنا ادي الفرنتال هورنز بتاع اللاترال فينتريكل تلاقيهم قربوا لبعض، والجزء بتاع الكوربس كالوزم بيبقى هنا عند الانتيرور هورن، فيعمل ديسكونفيجريشن. يعني اللاترال فينتريكلز دي هو بيبقى انتيرور هنا وبوستيرور هنا، تلاقيهم عاملين بارل كانهم بارل لبعض. المهم يعني ايه، انت مش هتاخد بالك قوي الا لو عملت صوره ساجيتال زي دي كده ولقيته هو مش موجود، الكوربس كالوزم نفسه ايه مش موجود. من الحاجات الخايبه برضو اللي احنا بنشوفها الكرويد بليكسس سيست، ما تعلقش عليها قوي، دي من الحاجات اللي هي الماركرز البسيطه اللي هي بتقول لنا ان ممكن يبقى فيه مشكله. الحاجه الفاسكولار اللي احنا بنشوفها كانومالي في البرين اللي هو الفينف جالين مالفورميشن اللي انت شايفه ده، بتلاقي فيه بتلاقيه ظاهر لك كانه ميد لاين سيستك ستراكشر ورا الثيرد فينتريكل وكوميونيكيتنج كده دريند للايه بوستيريورلي رايح للايه للفينس ساينس، وتشوف الكلام ده بالدوبلر. اي حاجه انت يعني احنا شايفها ابنورمال حط عليها الايه الدوبلر. الفين اوف جالين ساعات بيعمل ليفت ورايت شانت ويعمل هارت فيلير، وانتوا عارفين كلكم الكلام ده، والمفروض الكلام ده يتقال لكم في البيدياتريك خلاص. الحاجه اللي بعد كده اللي ممكن تحصل في البرين حاجه اسمها هيدرانكيفالي، هيدرانكيفالي، ودي برضو يعني انت تقدر تشخصها بسهوله في الانتينيتال التراساوند. هيدرانكيفالي ان حصل ديفكت في البلاد سبلاي خصوصا بتاع الميدل سيريبرال سيركيوليشن والانتير سيريبرال، يعني الميدل والانتير سيريبرال سيركيوليشن حصل لهم يعني اوكلوجن لسبب او لاخر خلاص، لكن البوستير سيريبرال سيركيوليشن كويس. فبتلاقي نتيجه الكلام ده يبقى البرين تيشو اللي قدام كله اللوبس بتاعت البرين حصل لهم لوس وريبليزد بسي اس اف، وتلاقي البوستير فوسا ستراكشر اللي السيريبيلم والبرين ستيم تلاقيهم انتكت
ماشي، وتلاقي كل البرين كله عبارة عن كتلة مية، خلاص. طيب حد هيقول لي ما طب ما دام ده سي اس اف، طب ما ممكن يكون هولو بروزن كيفالي، خلاص. لا، هتلاقي الفالكس اهو، ده هيفرق لك الكلام ده من الهولو بروزن كيفالي. هولو بروزن كيفالي اللي هو يعمل مونو فنتريكل مش هتلاقي معاه فالكس، خلاص. واحد يقول لي طب ما دي ممكن كلها تكون دايليتد فنتريكلز وتكون هيدروكيفلس، هو فين الفنتريكلز، فين الوولز بتاعتها؟ يعني حتى لو دي دايليتد فنتريكل وخلاص ومفيش سيريبرال مانتل حواليه، فين الكورويد بليكسس؟ مفيش، خلاص. فده برضو اللي هي الايه، في حاجه اسمها برون كيفالي، لما يحصل اسكيميا لجزء معين في البرين يتحول لجلايوزس ويبقى سيستيك ستراكشر، وده بنسميه ايه، برون كيفالي. في فيتال تيومرز تحصل في البرين، التراتوما، اللايبوما، وفي حاجات بقى اللي هي بتحصل مع التيوبراس كلوروزس، دي برضو من الحاجات الايه الكونجينيتال اللي كل الكلام ده هتاخدوه في الايه في النيورو. طيب ده اللي احنا هنشوف في البرين. يهمني ان انت تبقى عارف الحاجات الرئيسيه، ان انت تشخص هيدروكيفلس او فنتريكلوميجالي، او تشوف حاجه زي الكياري مالفورميشن او الدانديوكر. الكياري مالفورميشن يعني ما نغلطش في التشخيص بتاعها، الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي. الدانديوكر ما نغلطش في التشخيص بتاعها، الحالات اللي هي سو كلير لكن كورباس كالوزم مش عارف ايه، ما يعني مش ما حدش هيلومك قوي، مش يعني كل الحاجات الثانيه لو في هيدرانكيفالي نقدر نشخصه، يعني الحاجات اللي هي الميجور دي، الانينكيفالي، الكيفالوسيل، الحاجات اللي احنا قلناها في الاول خالص، السيفير دي، هي دي الحاجات المهمه اللي ما ينفعش ان انت تغلط فيها. الحاجات اللي هتحصل في السباين بقى، ان يحصل ايه، هيمي فيرتبرا، ودي بالفور دي الترا ساوند انت مش هتاخد بالك منها قوي الا لما تجيب بقى اللي هو الثلاثة اوسيفيكيشن سنترز وتلاقي اتنين موجودين ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده، فهتشك فيها، خلاص، من الحاجات الخايبة. لكن الحاجات اللي ما تغلطش فيها المنينجيوسيل ده، لان ده هيشخص لك كياري، فما ينفعش ان انت تغلط فيه. زي ما انت شايف كده اهو، ادي بتاع منينجيوسيل اهو، وادي شايف الكياري اهو، ادي السيريبيلر هيمسفير نازل في الابر بارت بتاع السيرفايكال كانال، ده فيتال ام ار، ادي السيريبيلم نازل تحت اهو، اهو اللي احنا بنشاور عليه ده، ومعاها اسوشيتد الايه اللي هو المينينجيوسيل، يعني دي حاله كياري تو مال فورميشن. فانت ما ينفعش ان انت الباك بتاع البيبي، الباك بتاع البيبي، الباك، شوف انا بقول لك الكلمه بكررها اكتر من مره، خلاص، لان ما ينفعش ان انت تقول عليها نورمال وينزل البيبي بتاع قد كده في ظهره، خلاص، ماشي، ايا كانت بقى هي معاها كياري ولا ما معاهاش كياري ولا الكلام ده كله. طيب الكود الريجريشن اللي قلت لك اوعى تغلط فيه، وقلت لك افرد السباين في الساجيتال عشان تتاكد ان مفيش ساكرال اجينيسيس وتلاقي السباين كلها كامله اهو. لما انت تيجي تفردها كده تلاقي ادي الدورسال سباين وادي الابر لمبر وبعدين مفيش حاجه مكمله هنا، تيجي تعمل تي اس للابدومين اللي انت متعود عليه وللحته بتاعت البلفس تلاقي مفيش عظم ورا، خلاص، وخصوصا على عند المكان بتاع اليورينري بلادر تشك ان السكرم مش موجود، ماشي. فده من الحاجات برضو اللي ايه اللي ما اللي يعني ما ينفعش ان انت تغلط في حاجه زي كده، خلاص. طيب ندخل على الحاجات اللي بتيجي في الابدومين، ادي الفيتال استومك، ده الجزء الصعب يا جماعة اللي احنا حكيناه، ده اللي احنا يعني اياك تكونوا ركزتوا فيه بس وفهمتوه. يعني الفيتال استومك ده من الحاجات المهمة جدا اللي احنا طيب هتعرفها ازاي؟ هتعرفها ان هي حاجة فلويد فيلد ستراكشر موجود في الليفت سايد دايما او في معظم الاحوال بتاع الابدومن. وتعرف الليفت سايد من الرايت سايد ازاي؟ اهو هات الصورة تي اس، والحاجه اللي نايمه انتيرو للسباين ده الديسندنج اورتا، خلاص. يبقى الديسندنج اورتا ده مكانه ثابت، ده في الناحيه الشمال، ماشي، تو ذا ليفت اوف ايه اوف ذا سباين، خلاص. يبقى انت عرفت ان دي الشمال وعرفت ان دي اليمين،
بغض النظر بقى ان ده الاي في سي وان ده الليفر وان ده الحاجات اللي انت ممكن تتلخبط فيها. يعني اللاند مارك بتاعك هو ده، هات السباين او الابدومين 2 اس تي اس، والفيسل اللي نايم قدام السباين على عليها على طول ده الاورطة، اللي ناحيته ده الليفت. خلاص طيب حاول تشوف السباين في الايه في التي اس زي ما انت شايف كده، وفي ال اس عشان تتاكد ان هي تحت الدايفرام ما طلعتش فوق، خلاص ما حصلش هيرنيا يعني او بقت اكتوبك. اهميه الاستومك ان ده هنشخص بيها انوماليز كتير هنقول عليها دلوقتي. اهميتها كمان ان انت لما تيجي تجيب الابدومينال سيركمفرنس زي ما هنقول في الفيتال بايومتري، دي احد الحاجات اللي بتبقى كلاند مارك في الصوره، ان انت تاخد تقيس الابدومينال سيركمفرنس في المكان ده. ماشي طيب احنا بقى هندور على ايه بقى؟ يعني الاستومك دي ايه الحاجات اللي احنا هنعمل لها اسسمنت؟ نشوفها الاول موجوده ولا مش موجوده. خلاص ليه وجود الاستومك ده انها تبقى فلويد فيلد؟ معنى كده ان البيبي ده بيبلع، خلاص، وما دام بيبلع يبقى الابر جي اي كويس، الاسوفجاس بتاعه كويس، خلاص فانا اطمنت كده. ماشي طيب مش موجوده مش معناه ان انا عندي اسوفجيال اتريزيا زي ما هنقول بعد شويه. طيب تاني حاجه نشوف السايز بتاعتها، هل هي منفوخه ولا لا؟ نشوف اللوكيشن بتاعها، هل هي في مكانها ولا موجوده في التشست فوق؟ يعني انا مش لاقيها في مكانها فدور، ممكن تبقى اكتوبك في التشست. خلاص طيب ادور على البابلز، هل هي جزء واحد بس فلويد فيلد ولا هما اتنين جنب بعض ولا تلاتة ولا ايه بالظبط؟ عشان لو هما اتنين هنشخص ديودينا الاتريزيا، خلاص لو هما تلاتة هنشخص جوجينا الاتريزيا زي ما هنوريكم دلوقتي. طيب لو انت جاي بتبص للصورة ولقيت الاستومك مش موجود، ما احنا قلنا في اول حاجة تدور عليها تشوفها هي موجودة ولا مش موجودة. طيب هتبقى موجودة امتى؟ غالبا عند الاسبوع ال 16 وبدري، طبعا بدري من كده يعني. طيب انت لقيتها مش موجودة، ما انت شايف استومك ده، معناه ايه؟ يعني نحط الاحتمالات بقى انها ممكن تكون لسه مفضية، خلاص يعني نعمل فولو اب. خلاص تاني حاجة لو في حالات الان هيدرامنوس مفيش لايكور مفيش حاجة بتوصل لها، ماشي، يبقى ده يفسر. نحسس بقى على الكلام هنا، لما تلاقي سيفير اولوجو هيدرامنوس او ان هيدرامنوس وتلاقي الاستومك حتة بتاع قد كده، ما تعملش هالليلة وتقول ده الاستومك مش عارف ايه واتريزيا وتعمل مشكلة. لازم تبقى عارف ان الاستومك دي بتتملي من اللايكور، مفيش لايكور او اللايكور ماركدلي ديكريز ولقيتها حته بتاع كده سليت لايك، ماشي طنش الكلام ده. طيب او الاحتمال اللي بعد كده ان يكون في اسوفجيال اتريزيا زي ما هنقول بعد شويه، او ان هي مش موجوده في مكان في هيرنيا، خلاص هي طلعت في التشست او في اي حاجه. طيب ادي الاستومك اهي بندور عليها مش لاقيينها، لقيناها في التشست فوق، خلاص ده اللي هو الايه كنوع من الايه من الهرني. طيب بندور عليها ما لقيناهاش، بنشك في ايه؟ بنشك في اتريزيا، اوسوفوجيال اتريزيا، خلاص ان الطفل ده مش قادر يبلع فما فيش حاجه بتوصل للاستومك. طيب ناخد بالنا ان الاوسوفوجيال اتريزيا في 85% من الحالات معاها تراكيو اوسوفوجيال فيسترا، خلاص، فبالتالي معظم الحالات بتاع الاوسوفوجيال اتريزيا لوحدها احنا طبعا انت مش هتلاقيها، هتلاقي الاستومك مليانه لان فيه بتاع فيستولا فالاستومك بتملى منها عادي، خلاص. طيب يبقى انا عندي هشخص الاسوفوجيال اتريزيا دي على اساس ان انا مش شايف الاستومك في حالات قليله لا تتعدى ال 20%، خلاص. طيب يبقى انا عندي زي اللي انا شايفه ده، مانيش شايف الجاستريك اير بابل، ماشي،
وبعدين وايه تاني وفي بولي هيدرامنوس، ما هو الطفل ده ما بيبلعش، ما هو فيه اتريزيا خلاص، ففي بولي هيدرامنوس ده برضو فيتشر يخليني ايه اشك. لكن انا لقيتها مش موجوده، استنى شويه اشوفها تملى ولا لا، اقعد العينه نص ساعه وبعدين ارجع اشوفها، ما ملتش ابتدي اعرف ان ده ايه حاجه باثولوجيكال موجود في بولي هيدرامنوس تخليني اشك. بس انا بقول لكم المنظر ده انت مش هتشوفه كتير، ومش هتشخص اسوفوجيا الاتريزيا كتير، لان معظم حالات الاتريزيا معاها فيستولا ودي هتملى الاستومك، مش هيبقى فيه مشكله خلاص. طيب نيجي للادي زي المنظر اللي انت شايفه ده اهو، شايف الاستومك قد ايه اهو، حته بتاع فسفوسه كده يعني حاجه فيري سمول، وفي سيفير بولي هيدرامنوس اللي انت شايفه ده ماشي، والحته دي انت عمال تستنى تقعدها ساعه ان هي تملى ما بتملاش، برضو نبتدي نشك ان ده ايه اسوفوجيال اتريزيا، فناخد بالنا ان مش لازم ان انت ما تشوفش الاستومك تماما، لا ممكن تبقى شايفها حاجه بتاع خايبه بالمنظر ده كده. طيب ادينا الاتريزيا، احنا واخدين الجي اي واحنا نازلين اهو، لما يحصل ديدينا الاتريزيا ايه اللي هيحصل؟ مفيش الفلويد مش هيعدي من الاستومك ولا من الديدينا، فهيدينا اللي هو تو بابل او الدبل بابل ساين اللي انتوا كلكم عارفينه خلاص، واحده للاستومك واحده للايه للديدينا للبروكسيمال ديدينا ماشي، ومعاها ايه كل ده معاها ايه معاها بولي هيدرامنوس. خلي بالك الاتريزيا كل اللي ما فيش فيه حاجه بتصرف ده لازم يبقى معاه بولي هيدرامنوس. طيب تاخد بالك من حاجه مهمه جدا، ان الاثنين بابلز دول لازم يبقوا كوميونيكيتنج مع بعض، يعني لازم الحته دي عشان تتاكد ان دي استومك وان دي ديدينا تقعد تانجل البروب كده وتتاكد انهم فيهم واصله لبعض، فيهم كوميونيكيشن. ليه؟ لان دي ممكن تبقى استومك ودي تبقى سيست عادي في الابدومن، وانت بتقول مش كل دبل بابل هو يعني ديدينا الاتريزيا خلاص، ممكن تكون دي استومك وممكن تكون دي بتاع بريتونيال سيست اي حاجه. واخدين بالكم يا شباب؟ لازم تتاكد ان دول واصلين على بعض ماشي، ما هو ده دي استومك ودي اللي هو الايه الديدينا، دي استومك ودي الديدينا خلاص اللي هي ايه دايليت، لكن لازم يبقى فيه كوميونيكيشن وانت تشوفه خلاص عشان تتاكد ان دي دبل بابل بتاع الديدينا الاتريزيا، لان انت بتشخص حاجه خطيره. والحاجه الثانيه يبقى عندك بولي هيدرامنوس ماشي، ادي الدبل بابل اللي احنا بنشوفه في الاكس راي، وادي الكوميونيكيشن اهو، ادي الاستومك وادي الديدينا ماشي. لكن انت اما بتيجي تجيبهم في بيور تي اس بتلاقي حاجتين بالونتين جنب بعض. الجيجينال اتريزيا، جيجينال اتريزيا خلاص يبقى احنا نزلنا ايه لليفل، يبقى هتلاقي الاستومك دايليتد وتلاقي الديدينم دايليتد وتلاقي بارت من الجيجينم دايليتد، يبقى انت هتلاقي فيه كذا باول لوب دايليتد، هتلاقي الدنيا هايصه قدامك زي ما انت شايف كده، ما عادوش اتنين بقى، لا ده في كذا كذا بابل قدامك بقى خلاص. طيب ومعاهم ايه؟ ومعاهم بولي هيدرامنوس، دي هتبقى صعبه شويه في التشخيص الجيجنال اتريزيا ماشي. طيب ندخل على الانال اتريزيا من تحت بقى خالص ماشي. الانال اتريزيا دي يا اما حاجه من بره حصل فيوجن للبرينيوم خلاص، يا اما حاجه من جوه، وفي كل الاحوال دي تشخيصها صعب جدا، ان انت تقول اللي احنا بنسميها امبيرفوريت انس خلاص اللي هي الانا الاتريزيا بيبقى صعب، لان الحاجات اللي بتشخصها مش حاجات كاركترستيك يعني المفروض الحته بتاعت الريكتم خلاص تلاقيها منفوخه ديستندد بالمنظر ده كده ماشي. دايما الانا الاتريزيا او الامبيرفوريت انس معاها انوماليز ثانيه، معاها ريكتوفازايكال فيستولا ومش يعني، فحكايه اللايكور
اللي انت بتعتمد عليه في تشخيص الامبيرفوريت انس اللي بيساعدك الاسوفيجيال اتريزيا والديودينال والجيجنال اتريزيا مش هيفيدك في حاجه هنا، لان في معظم الاحوال الانال اتريزيا او الامبيرفوريت انس بتبقى اسوشيتد مع انوماليز ثانيه، فمش شرط بقى اللايكور يبقى فيه ايه مشكله، لكن دي صعبه جدا في التشخيص. ماشي. طيب في حاجة تانية بتحصل كنوع من أنواع الانستينال أوبستراكشن في الانترايتراين اللي هو الميكونيوم إيليس. الميكونيوم ده المفروض لو هو حاجة سك وتخينة ووصلت للإيليوم فهيروح عامل نوع من أنواع الأوبستراكشن خلاص، ومع الوقت ممكن يعمل بيرفوريشن ويعمل بريتونيال ميكونيوم بريتونايز. طبعا ده بيحصل في نتيجة السيستيك فايبروزيس اللي بيتخن الميوكونيوم. السيستيك فايبروزيس ده بيزود البروتين كونتنت في الميوكونيوم فتزيد الفيسكوستي بتاعته، يحصل له انسبيسيشن يقوم ايه يعمل اوبستراكشن خلاص. زي ما انت شايف كده المفروض الفلويد اللي انت تشوفه في الباول تلاقيه كلير، لما تلاقيه متعكر كده تشك ان ده كل ده ميوكونيوم، ولو هو دايليتد بقى والكلام ده تبتدي تشك في ايه في الميكونيوم ايليس خلاص. يعني الحاجه اللي هتخليك تشك في الحاجات دي هو اللي هو الكونتنت اللي هو موجود في الدايليتد باول ده خلاص. طيب لو هو بقى حصل بريتونايتس يعني ميوكونيوم بريتونايتس، هتلاقي الميوكونيوم اللي هو اللزج ده الابيض ده خرج في البريتونيال كافيتي يبقى حاجه بيضاء بهذا الشكل. اوكي. طيب ده الحاجات اللي بتحصل في الابدومين يا شباب. من الحاجات اللي بتحصل تاني مشاكل، حاجتين يحصلوا في الانتيور ابدومينال وول، حاجه اسمها اومفالوسيل وحاجه اسمها جاستروسكيسز. الانفالوسيل بيحصل ديفكت في الانتير ابدومينال وول عند مكان الانسيرشن بتاع الامبيليكال كورد خلاص، في النص هنا زي ما انت شايفه كده بيبقى سنترال وبيبقى في الميد لاين. الحاجات اللي بتخرج في الهيرنيا دي دايما بتبقى الابدومينال اورجان وخصوصا الليفر، وبيبقى كفرد باي بريتونيوم، وتلاقي الكورد جاي فوق الايه البتاع اللي باظه دي. ماشي اهو ادي الكورد انتيريور، ولو انت حطيت دوبلر هنا كده هتلاقي فيه شويه فاسكولاريتي في الحاجات دي. ماشي. يبقى انا عندي الانفالوسيل سنترال في مكان الكورد والحاجه اللي خارجه منه مشكله لان طالع فيه اورجان خلاص. طيب اهو ادي مكان الامبيليكال كورد، ده جزء من الليفر اهو يا جماعه اللي بروترودنج فيه، وده جزء تاني باول موجود فيها اهو. ماشي. طيب امال ايه الجاستروسكيسز؟ جاستروسكيسز حصل ديفكت في الانتيور ابدومينال وول بس مش في الميد لاين ومش في مكان الامبيليكال كورد خلاص، بيبقى قريب من الامبيليكال كورد، لكن اهم حاجه فيه الكونتنت بتاعته. الكونتنت بتاعته غالبا بتبقى باول او بتبقى ستومك او عشان كده بيسموه الايه الاسم ده. طيب هو مهم ان انا افرقهم من بعض، يعني شايف الحاجه اللي خارج فيها باول، شايف ده الميد ابدومين لكن هو بعيد عن الامبيليكس، الامبيليكس هنا خلاص. ماشي. الحاجات اللي خارجه فيه كلها دي ايه؟ دي باول لوب مش خارج فيه اورجان، وبالتالي انا اهو ادي الانفالوسيل شايف اللي خارج فيه سوفت تيشو وده عند مكان الامبيليكس خلاص، لكن اللي خارج في ده كل ده باول لوبس زي ما انت شايف كده. ماشي. طيب ايه اهميه الكلام ده بقى بالنسبه لي؟ يعني ايه الحلو فيهم الجاستروسكيسز ولا الانفالوسيل؟ طبعا الجاستروسكيسز خلاص، لان الكونتنت اللي فيه باول فهقدر ارجعه بسهوله واقدر اعمل له ريبير بسهوله، فدي اهميه ان انت تفرقهم هما الاثنين من بعض. يعني لما تلاقي حاجه باظه بره بطن البيبي مهم او ان انت تقول دي كذا او دي كذا خلاص. طيب من الحاجات التانية الفيري رير برضو ان احنا نشوف الكلام ده الهيباتوبلاستوما ماس موجودة في الليفر خلاص كحاجة كونجينيتال
خلاص. من الحاجات اللي احنا برضو كحاجة في الابدومن الهيرنيا، اللي هم الدايفراجماتيك هيرنيا، ما اقصدش الانتيرور ابدومينال وول، الدايفراجماتيك هيرنيا. الدايفراجماتيك هيرنيا نوعين، حاجة اسمها بوكداليك وحاجة اسمها مورجاجني. بوكداليك دي بتبقى بوستيريور، خلاص من اسمها بي، خلاص. طيب بتبقى بوستير ودايما على الايه، على الليفت سايد، زي ما انتم شايفين كده، ادي اللي هو الدافرام، وادي الليفر، وادي الاستومك، وادي الكلام ده كله. جت بوستيريور هنا، راح خارجه ايه، شويه باول لوب ومش عارف ايه في التشيست هنا، دي اسمها ايه، بوكداليك هيرنيا، خلاص. دي هيرنيا ثرو الايه، الدافرام. المورجاجني دي بتحصل انتيريور، خلاص، ودي ما هياش كومن، يعني احنا اللي عندنا البوكداليك دي هي الكومن في 90% من الايه، من الحالات. هتيجي انت تشوف ايه بقى، هتيجي من الحاجات اللي انت برضو بتشوفها كلير، ان انت تشوف الديافرام ده، خلاص، فاصل التشيست كافيتي من الابدومينال كافيتي، وتلاقي ما فيش حاجه هنا غير الهارت اللي هو بالسيتنج، وتلاقي فيه سوفت تيشو حواليه، خلاص، وتلاقي الديافرام ده خط انتكت كده. لقيت حاجه غير كده تشك ان في حاجه جوه في الثوراسيك كافيتي، ماشي. يبقى انا عندي دلوقتي اهو زي ما انا شايف كده، ده ايه، ده الهارت، امال ده ايه، دي ستومك، خلاص، او باول او اي حاجه، يعني في حاجه غلط موجوده هنا في الثوراسيك كافيتي. ده نوع من انواع الدايفراجماتيك هيرنيا، خلاص كده يا شباب. اهو ده نفس الكلام، ادي التشيست وادي الاستومك طلعت فيه. طيب من الحاجات برضو السيستات اهي اللي احنا كنا بنقول عليها، ممكن تلاقي فيه كولدوكال سيست، ممكن تلاقي فيه انتريك دوبليكيشن سيست، اي سيست في الابدومن كده. وعشان كده احنا من شويه قلنا لك لما تشوف الدبل بابل اتاكد انهم فاتحين على بعض، عشان ما تكونش هي حاجه من دول وانت بتشخص ايه، ديدينا الاتريزي. نيجي للكيدنز. الكيدنز من الحاجات المهمه جدا اللي احنا ايه، لازم نفحصها، ونفحصها في الاكزيال، نشوفها في الاكزيال، نجيب المقطع ده اللي هو السباين، ونلاقي واحده نايمه يمين واحده شمال، ونشوفها في الايه، في السجن. طيب بندور على ايه في الكيدني، هي موجوده ولا مش موجوده. لو انت جبت المنظر ده وعمال بتدور عليها وما لقيتهاش، حط الدوبلر ده على الاورطه، خلاص، هتلاقي اللي هو الرينال ارتريز المفروض تشوفهم واضحين كده، ماشي. ما لقيتهمش واضحين، ده يكونفيرم اللي انت شاكك فيه، ان حصل رينال اجينيسيس. بس طبعا عشان يحصل بايلاترال رينال اجينيسيس هيبقى فيه انهيدرامنوس، مش هتلاقي لايكور، خلاص. لو حصل يونيلاترال ممكن تلاقي اللايكور كويس وكل حاجه، بس انت بتدور هنا، عمال تدور، لقيت كليه واحده والتانيه مش موجوده، خلاص. عايز تعرف دي مين ولا شمال، هات الاستومك، شوف ايه اللي جنبها هنا في الديسندنج اورطه، خلاص. تنيك لما توصل للديسندنج اورطه، لو لقيته هو في نفس الناحيه بتاع الكدني، اعرف ان دي الليفت، ماشي. طيب تاني حاجة من الحاجات اللي انت تبص عليها، تشوف البلادر مليانة ولا لا، دي مرتبطة بالكلية، معنى ان البلادر مليانة ان الكلية دي شغالة كويس، خلاص. اللايكور، يعني كل دول حاجات اندايركت للايه، للرينال، الجزء الرينال فانكشن يا جماعة، خلاص. يعني في حاجة دايركت بنبص لها، وفي حاجتين انا عيني عليهم، البلادر والايه، واللايكور، ماشي. لان انت عارف ان معظم اللايكور ده هو نتيجة اليورينيشن، زي ما هنقول بعد كده في اللايكور والأوليجو والبولي والكلام ده كله. طيب الكيدني، شوف البوزيشن بتاعها، شوف النمبر بتاعها، شوف السايز، شوف الايكوجينيستي، شوف الكوليكتنج سيستم اللي هو اهم واحد فيهم اللي احنا ايه هنتكلم عليه دلوقتي. ادي كيدني وادي كيدني، وعايزين نشوف اللي هو الايه، الكوليكتنج سيستم. الكوليكتنج سيستم، انا من الحاجات اللي هي فيري كومن في الكيدنز ان احنا بنلاقي فيه هيدرونفروزس. فالحاجه اللي هتخليني اعرف فيه هيدرونفروزس ولا لا، ان انا ابقى عارف النورمال بتاع الرينال بلفس. ادي الرينال بلفس اهو، اجيبه في التي اس واروح قايسه بالمنظر ده كده،
شايفين يا جماعه بنقيسه في التي اس وبنقيسه ايه عمودي على الايه على الرينال بلفس كده ماشي. ادي ايه، ادي اول حاجه. تاني حاجه ايه النورمال بقى بتاع الـ بتاع الرينال بلفس هنا؟ المفروض ان هو يبقى حوالي 3 مللي لغايه 24 اسبوع تقريبا، ويوصل 8 7 مللي عند ال 28 اسبوع ماشي. ورفلي كده لو انت لقيته في السير تريمستر اكتر من 7 مللي اعرف ان هو دايليتد خلاص. طيب اليورينري بلادر من الحاجات اللي احنا بندور عليها، شوفها مليانه ولا لا، شوفها منفوخه ولا ده النورمال بتاعها، عشان النفخه بتاعتها دي لما تلاقيها منفوخه قوي هتشك ان في حاجه قافلاها من تحت، ممكن تبقى بوستيريور يوريترال فالف، او ممكن يبقى في حاجه يعني زي الريفلكس خلاص. تبقى انت عارف ان بيحصل يعني امتى بقى هنشوف اليورينري بلادر دي، هي بتتكون اساسا او بيحصل يورين برودكشن عند الاسبوع التاسع، عند الاسبوع العاشر تقريبا المفروض ان انت بتشوف اليورينري بلادر حاجه ايه يعني فلويد فيلد ستراكشر. في الثيرد تريمستر بعد الفيرست تريمستر المفروض البلادر دي بتفضي وتملى تقريبا كل 30 دقيقه، فعشان كده لما انت تيجي تشوف البلادر وتلاقيها فاضيه مش معنى كده ان الكدني دي فيها مشكله او البلادر فيها مشكله خلاص، لازم تصبر. لكن انت في معظم الاحوال يعني هتلاقي فيه البلادر فيها يورين لو هي ايه، لو هي نول. واحنا قلنا دايما تبص على الامور كلها على بعضها، تبص على الكدني وتبص على البلادر وتبص على الايه على اللايكر. واحد يقول لي طب ما بتجيبش سيره اليوريتر ليه؟ اصل انت مش هتشوفه اصلا. اليوريتر نورمالي هو حوالي 3 مللي الكاليبر بتاعه، وانت مش هتشوفه الا لو بقى دايليتد خلاص، فاليوريتر بره الايه القصه بتاعتي ماشي. ايه الحاجات الابنورمال بقى اللي احنا هنشوفها؟ رقم واحد الهيدرونفروز اللي احنا مش عايزين نغلط فيه، اللي احنا مش عايزين نغلط فيه خالص. الهيدرونفروزس قلنا 4 مللي في السكند تريمستر خلاص، و7 اكتر من 7 مللي في الثيرد تريمستر رافلي كده ماشي. طيب واحد يقول لك ايه، بص لو انت لقيته عشان بقى يعني الرينال بلفس اكتر من 10 مللي خلاص يبقى ده اول هيدرونفروز، او اكتر من 50% من الانتروبوستير دايمتر بتاع الكدني. واحد يقول لك خلي بالك لو لقيت الرينال بلفس اكتر من 15 مللي اعرف ان فيه باثولوجي في اليورينري تراكت، هيبقى فيه مشكله كمان بعد كده. يعني اللي انا قصدي اقوله ان انت مش معنى ان انت تقول هيدرونفروزس بس، يعني انت تشوف هل هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير خلاص. يعني النورمال لغايه 7 مللي لقيته 15 خلاص، لا ده سيفير هيدرونفروز ماشي اهو. برضو اليوريتر مش هيبقى دايليتد، مش هنشوفه لما يبقى دايليتد، واليوريتر يعني مش هتشوفه لما يبقى يوصل تقريبا 7 مللي او حاجه زي كده. وده ايه يعني، ادي الرينال بلفس اهو يا شباب، وادي الكاليسيز، وادي كل ده الرينال بلفس اللي منفوخ ده اهو. لو انت جيت تقيسه هنا كده هتلاقي ايه، تشوف ده اكوردنج للجستيشنال ايدج لو لقيته في السكند تريمستر وهو ما عداش ال 4 مللي خلاص ماشي، لو لقيته في الثير تريمستر وعدى ال 7 مللي خلاص ده نعتبره ايه دايليتد. ساعات تلاقي الكيدنز بقى في حاجات يعني ايه من الحاجات الصعبه شويه، ان انت يبقى حصل مالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني، في كونجينيتال ديزيز تحصل في الكيدني، وفي اللي هو الاوتوزومال ريسيسيف بوليسيستيك كيدني، كل الكلام ده كونجينيتال خلاص. هتلاقي الكيدني كبرت بالمنظر ده كده، ويعني دي النورمال كيدني وبقت ايكوجينيك، ما انتش قادر يعني هنا في اللي هو الرينال بيراميدز والكلام ده تلاقي حتت سودا وحتت بيضة، تلاقيها كلها بقت ايكوجينيك بهذا الشكل. بس انا يعني ايه بنصحكم ان انتوا تبعدوا عن التشخيصات دي
الا لو في باثولوجي واضح، يعني لقيت ايه سيفير اوليجو هيدرامنوس ماشي، ان هيدرامنوس ما فيش لايكور خالص، لان لما هنيجي نتكلم على اللايكور بعد كده المشكله الموجوده فيه في اوليجو هيدرامنوس، هيبقى احنا الفحص الاساسي بتاعنا ان احنا بندور على اليورينري سيستم، خلاص نشوف الكيدنز وغيره. لما تلاقي ان هيدرامنوس او سيفير اوليجو هيدرامنوس وما انتش لاقي اي تفسير اخر، لا حصل بريماتيور رابشر ميمبرين وما فيش حاجه، خلاص ابتدي شوف شكل الكيدني دي. الكيدني دي اصل المالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني دي نون فانكشنينج كيدني، خلاص، وممكن تكون هي سبب السيفير اوليجو هيدرامنوس او الان هيدرامنوس. فلما انت تلاقيها وتلاقي مثلا كيدني مبقلظه غير المنظر اللي انت دايما متعود تشوفه، خلاص، وتلاقيها كلها ايكوجينيك، ساعتها حط البوسيبيليتي دي ماشي، ان انت ده كان اكسبلين السيفير اوليجو هيدرامنوس او الان هيدرامنوس اللي موجود وانت مش لاقي له سبب، خلاص يا شباب. لكن انت ما تقعدش تاخد الحاجه دي وتلاقي اللايكور نورمال والدنيا جميله وتقعد تجيب فيها الامراض، لا ده في مش عارف ايه وفي ايه، لا يعني نبقى حريصين شويه في الايه في الكلام. ساعات تلاقي الكدني فيها سيس بالمنظر ده، سيستات صغيره كده، ده ساعات في البولي سيست الكدني اللي هو الاوتوزومال ريسيسيف واللي هو بيكمل شويه بعد كده. بس برضو بقول لك خليك حريص جدا ان انت تشخص بارينكايمال ديزيز في الكدني الا لو انت عندك مشكله عنيفه في اللايكور ملهاش تفسير، خلاص. طيب ممكن تلاقي ماس في الكدني زي الميزوبلاستيك نفروما زي اللي انت شايفها دي، خلاص، دي الكدني التانية ودي ماس كبيره طالعه من الايه من الكدني. الحاجه الاخيره في اليورينري تراكت ان انت ممكن تلاقي البوستيريور ريسرال فالف، خلاص، وده طبعا هتشوفه في الميل، عشان كده لما انت تشوف المنظر ده لازم تتاكد من الفيتال سكس هو ميل ولا فيميل، عشان ما تقعدش تقول اي تشخيص وخلاص. البوستيريور ريسرال فالف هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك انفرا فازيكال اوبستراكشن، هتلاقي البلادر دي منفوخه وتلاقي الدايليتد بوستيريور ريسرا هي والديستندد بلادر مديك اللي هو الكي هول ابييرنس، وتلاقي اليوريتر دايليتد وتلاقي فيه باك بريشر فوق، تلاقي فيه هيدرونفروزس، هتلاقي كل ده مع بعض ماشي، مش هتلاقي دي بس والدنيا جميله فوق والكيدنز كويسه ومفيش حاجه، لا ده انت هتشوف اليوريترز اللي انت ما كنتش بتشوفها ما دام فيه بوستيريور ريسرال فالف، خلاص، فتعرف ان القصه دي مرتبطه ببعضها. وتعرف ايه كمان؟ وتعرف ان هيبقى فيه اوليجو هيدرامنوس، ما هو مفيش يورينيشن او اليورينيشن فيه مشكله، خلاص. فدايما تربط الايه الامور بايه ببعضها. ومن هنا يجي بقى ان احنا نبقى احنا عارفين الفيتال سكس برضو، خلاص، طبعا دي الميل جينيتاليا، وانت تقدر تشوف الكلام ده لو عايز من الاسبوع ال 12 من الاسبوع ال 14، خلاص، بس خليك حريص جدا وانت بتقول الكلمة ديت، يعني بلاش انت تكتبها في الريبورت، انت هتبقى مضطر تكتبها وانت بتعمل 4D ultrasound، خلاص هتبقى مطالب ان انت تكتب الفيتال سيكس. لكن وانت بتعمل 2D ultrasound ما تقحمش نفسك في حاجة ملهاش معنى، خلاص، يعني ما تقولش ما مش عارف ايه، لان دي من الحاجات السخيفة جدا ان انت تقول عليه ميل ويطلع في ميل ويعملوا لك مندبه. وطبعا احنا كلنا عايزين الولاد اللي هم يجوا يعني ياخدوا العرش بعدنا، فطبعا الناس كلها بي يعني انا يعني واحده كانت واقفه، يعني هي ام الزوج يعني، خلاص، ومجرد ما عرفت ان دي بنت كانوا يعني خلاص سابت لنا البتاع الاوضه ومشيت، وتقول له ما انا قايله لك في الاول، ما انا قايله لك هي دي مش بتاع ولاد. انا يعني حتى جابت ان المشكله عند الست نفسها ان هي وراحت ماشيه بقى وزعلانه وعماله تزعق. فانا بقول لكم يعني بلاش
تقول او تكتب الكلام ده في الريبورت لما يبقى مطلوب منك. خلاص. الحاجه الثانيه لما انت تلاقي الميل جينيتاليا حاول تبص على الكونتنت فيه. خلاص. الكونتنت اللي هو الايه التستيسز. خلاص. ده من ضمن الايه الحاجات الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها بس قبل ما اقول على انك تشوف البص تستيسز. خلي بالك ساعات يبقى الامبليكال كورد هنا في المنطقه بين الساي وانت تفتكر ان هو بتاع ميل جينيتالي. دايما استخدم الدوبلر بتاعك. دايما ادي نفسك فرصه ان البيبي عمال يرفص ويشوف وما تقولش الكلمه دي لما تبقى متاكد 100%. ما انتش متاكد ما تنطقهاش لاي حد خالص. خلاص. يعني حتى لو العيانه بتسالك ومش عارف ايه ما انت ما تقحمش نفسك في المسألة دي خالص. ماشي. حاول تبص على لو هو ميل شوف التستيسز دول موجودين ولا لا، لان دي من الحاجات الفيري كومن الاندسند التستيسز بعد بوست نيتال. ممكن بتاع الاطفال ما يفحصش البيبي وممكن يكون اندسند تستس، واحنا بنشوف دلوقتي ما شاء الله يعني تلاقي واحد بيكتشف وعنده ان اندسند تستس وعنده 20 سنة مثلا ولا حاجة. خلاص. فناخد بالنا من الكلام ده يا جماعه. الحاجه الثانيه الهيدروسيل، لما بيبقى فيه هيدروسيل لان هو ممكن وانت بتقول الكلام ده انتي نيتال خلاص بيبقوا عارفين سبب السويلنج ده ايه، لكن الام ما تتخضش اول ما البيبي يتولد تلاقي بتاع سكروتم كبير وفي ايه لكن لما تبقى فاهمه الكلام ده ان في شويه ميه ودول هيحصل لهم ريجريشن بوست نيتال والكلام ده، يعني خليك حريص ان انت لما تقول ان فيه ميل جينيتاليا خصوصا وانت بتشتغل ال 4 دي الترا ساوند. خلاص. تقول with normal appearance of the testes، او يعني تقول ان هم نورمال وخلاص عشان ما تشوفش الايه الهيدروسيل اللي انت شايفه ده. خلاص. اللي عامل مديك منظر البومه ده. خلاص اهو. ولما تلاقي مينيمال هيدروسيل زي ده ما تطنشه، ما تعلقش عليه، ما تعلقش غير لو لقيت هيدروسيل مودريت او سيفير بالشكل ده، لان ده هو ده الايه اللي هيبقى محتاج ان هو احنا ايه نشوفه. ما تنساش تبص على الاكستريميتيز. ماشي. لو انت بتعمل 2 دي الترا ساوند ادي الفوت والليج والمش عارف ايه والكلام ده كله، وانت طبعا هتبقى محتاج الكلام ده وانت بتعمل بتقيس الفيمر في الفيتال بايومتري. طبعا الفوت والهاند والحاجات دي انت يعني مش ممكن ممكن حتى لو انت بتدور عليهم مش هتعرف تشوفهم كويس، ممكن تشوف ناحيه وما تشوفش ناحيه، وعشان كده قلنا الفور دي يعني ايه يخرجك من الايه من القصه دي شويه. زي هنا كده ادي اللي هو الايه الكلاب فوت، تلاقي الرجل اللي هي المقلوبه اللي انت شايفها دي. خلاص اهو الفوت العظم بتاع الفوت بارلل للايه للعظم، ادي العظم بتاع التيبيا والفيبيلا ودي ايه تقريبا رايحه ناحيته. خلاص. ده برضو من ضمن الحاجات، بس انت مش هتشوف الكلام ده في التو دي بسهوله الا لو انت عمال بتدور بقى بتعمل انومال سكان بجد. من الحاجات اللي انت هتلقطها بسهوله اللي هو البروكسيمال فيمورال فوكال فيمورال ديفيشنسي، يعني هتلاقي فيمر اقصر من فيمر لان دي بتبقى يونيلاترال، وانت عندك في الفيتال بايومتري لازم هنقيس الفيمر غصب عننا. خلاص. فانت بتيجي تقيس فيمر وتيجي بتشوف اللي قصاده، لو لقيت اللي قصاده قصير يعني ده قصير اهو وده النورمال اهو، هتشخص على طول بمنتهى البساطه. ده تشخيص ما فيش فيه ايه مشكله. من الحاجات اللي بتحصل في العظم برضو اللي هو السكليتال ديسبليزيا، واحنا عندنا ثلاثة مهمين الثناتوفوريك ديسبليزيا والاوسيجينيسيس امبرفيكتا اللي هو التايب 2 والاكوندروجينيسيس. دول اللي هم الليسال تايب، الليسال تايب اللي بيبقى معاهم معظم الاطفال بيموتوا من ريسبيراتوري فيلير عشان بيبقى معاهم حاجات تانية غير الحاجات الديسبليزيا اللي موجودة في العظم. الثلاث انواع دول اللي هو الثناتوفوريك والامبرفكتا تايب 2 والاكوندروجينيسيس. نشوف اللي هو الثناتوفوريك ديسبليزيا اهو. خلاص. بيبقى ايه كل دول بيبقوا دوارف شورت، يعني تيجي تقيس الفيمر تلاقيه قصير. ماشي. وبعدين تبتدي اهو بنسميه رايزوميليا، رايزوميليا يعني بروكسيمال شورتنج، يعني تلاقي الفيمر قصيرين
خلاص، وممكن تلاقي الباقي نورمال. بس هو ايه، هو طفل شورت. الحاجة اللي بتحصل تانية اللي هو الثوركس بتاعته بتبقى ايه، نارو خلاص، وليه شورت ريبس زي ما انت شايف كده، شايف الثوركس بتاعه جاي مفعوص هنا عامل ازاي، وده اللي بيعمل ريسبيراتوري فيلر. يعني هو المشكلة بتاعته مش في السكليتال ديسبليزيا الموجود، لا ده بيبقى فيه اسوشيشن وهي اللي بتعمل الكلام. برضو السكال بتبقى يعني اللي هو اللي بنسميه الكلافر ليف ابيرنس، ده برضو تبقى اسوشيتد مع الايه، نيجل اللي هو الامبرفكتا. الامبرفكتا ده بيبقى فيه اوستيوبروزس في العظم، والعظم بيبقى سوفت فيحصل فيه دايما فراكشرز ويحصل فيه ديفورمتيز. ماشي. طيب عندنا منه التايب 2، ده هو الليسال تايب اللي هو فيه المشكله. ده بيبقى ايه، بيبقى شورت طبعا، الاوستيوجينيسيس امبرفكتا ده دوارف. ماشي. والجروس بتاع اللونج بونز بتلاقي العظم كله بقى اللي فوق واللي تحت والبروكسيمال والديستال وكله خلاص، لكن السناتوفوريك هم الفيمر بس هم اللي قصيرين. يبقى فيه فراكشرز زي ما انت شايف كده، يبقى فيهم بوينج، يعني شايف دي عامله ازاي اهو، وشايف دي عامله ازاي، وتلاقي فيهم فراكشرز لانهم فراجايل وكلهم اوستيوبروتيك. ماشي كده. طيب ده اللي هو الايه، السيفير تايب. في اوستيوجينيسيس امبرفكتا اللي هم النون ليسال تايب بقى، اللي هم 1 و4، احنا قلنا 2 هو ده اللي فيه المشكله. ده بيبقى يعني مايل ديجري من الاوستيوجينيسيس امبرفكتا، يعني تلاقي بوينج على استحياء كده وما تلاقيش فراكشرز خلاص، وتلاقي المينراليزيشن الديفورميتيز بسيطه، وتلاقي المينراليزيشن بتاع العظم موجود. مينراليزيشن يعني ان انت تشوف الايكوجينيست بتاعت العظم دي خلاص كويسه واضحه كده. ماشي. غير المنظر اللي انت شايفه ده خلاص. طيب اخر حاجه هنتكلم على الفيتال هارت، احنا طولنا جدا في المحاضره بس يعني ايه، دي اخر حاجه في موضوع الكونجينيتال يا جماعه، نركز شويه عشان ده بس انا عايز اقول لكم على حاجات بيزك هنا. طبعا احنا مش هنعمل اتكلم عن فيتال ايكو بالتفصيل بتاعه، انا هكلم لكم عن الحاجات البيزك اللي انت تبقى عارفها. بنبقى احنا مطلوب مننا في الفيتال هارت ان احنا نشوف الكاردياك سايتس. كاردياك سايتس يعني في ديكسترو كارديا، يعني الهارت ده رايح يمين ولا رايح شمال، البوزيشن بتاع الهارت يعني خلاص. ايه اللي احنا بنعمله؟ بنعمل بنجيب فيو اللي هو الفور تشيمبر فيو، ده البيزك فيو بتاعنا. ايه هو الفور تشيمبر فيو؟ المنظر اللي انت شايفه ده، ان انت تلاقي الاربعه تشيمبرز موجودين، تعمل تي اس في الابدومن لغايه ما تجيب الاستومك وتطلع فوقها سنه، تلاقي المنظر ده طلع لك خلاص في الايه، في نص التشست الهارت تجيبه بالمنظر ده كده. ده بنسميه الفور تشيمبر فيو، ده البيزك كاردياك فيو اللي تقريبا لو انت عرفته هتشخص اكتر من 50% من الكونجينيتال انوماليز بتاع الهارت. طيب وبعد كده ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ادي التو فنتريكلز، ادي اللاند مارك بتاعك انت عندك ايه؟ ادي السباين. الارتري اللي انتيرور ليه على طول الديسندنج اورتا او الاورتا، يبقى الناحيه دي هي الليفت خلاص. طيب ايه اللي قريب من السباين؟ الليفت اتريوم خلاص. وايه اللي انتيريور؟ الليفت فنتريكل. يبقى انا عرفت ان دول اسمهم ليفت اتريوم وليفت فنتريكل خلاص. ايه الناحيه الثانيه اللي هي ملهاش علاقه بالاورطة؟ اللي هو الناحيه الرايت. ده ايه؟ ده رايت اتريوم وده رايت فنتريكل. الرايت فنتريكل تعلمها ليها فيها حاجه ايكوجينيك من جوه كده اسمها مودريتور باند خلاص، مش موجوده هنا في الليفت فنتريكل خلاص. احنا حفظنا كده شكل الايه الحاجات دي، دول اللي هم الفينز اللي هم جايين السوبير والانفير فينا كافا اللي داخلين في الرايت اتريوم خلاص. سيبك منهم ما تشغلش نفسك باللي داخل لهم دول. ايه ده؟ ده الانتر فنتريكولار سيبتم. ايه ده؟ ده الانتر اتريال سيبتم، ودي الفورامن اوفال اللي احنا برضو هنوريه لكم صور فيها، دي اللي بتبقى موجوده انترايتراين وبعدين بعد كده بتقفل خلاص يا شباب. يبقى ده منظر الفور تشيمبر فيو اللي انتوا المفروض تكونوا عارفين. احنا بنعمل ايه بقى؟ نروح جايين على الفيو ده ونروح واخدين خط
من السباين تطلع على الانتيرو تشيست وول اللي انت شايفه ده. خلاص ادي اول خط بنعمله. الخط الثاني يعدي بالفنتريكولار سيبتم اللي هو ده، ماشي. يبقى انت كده ادي رايت فنتريكل وادي ليفت فنتريكل، وبقى عندك زاويه هنا. الزاويه دي نورمالي خلاص تبقى ايه؟ تبقى 45، ماشي، وتبقى للناحيه الشمال. ما هو ده الناحيه الشمال، احنا عرفنا الشمال اهو، ما هو ده الديسندنج اورت خلاص، ودي الناحيه الشمال، يبقى هي 45 للشمال. خلاص. طيب لقيت لقيت دي الـ 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 الزاويه دي 25 مش 45، معناها ايه؟ ان الانترفنتريكولار سيبتم ده جه هنا. خلاص جه هنا يعني ايه؟ يعني معظم الليفت سايد بتاع الهارت جه في الميد لاين. طيب لقيناها بدل 45 بقت 65، يعني بدل ما هنا بقت هنا، يبقى نعرف ايه؟ ان الناحيه الرايت هي اللي راحت على الشمال. خلاص. وده اللي احنا ايه، فده لاند مارك مهم جدا، ده بنسميه الكاردياك اكسس. خلاص، ان انت تجيب الانجل دي وتشوف الايه المنظر اللي احنا بنقول عليه ده. ادي اول حاجه. خلاص. طيب نيجي من الكاردياك اكسس ده نطلع الكاردياك بوزيشن. ايه الكاردياك بوزيشن؟ ما هو انت من الانجل دي انت عرفت بقى الهارت بقى في الناحيه اليمين، يبقى هتلاقي الانجل دي ايه؟ قليله، يعني تلاقي الهارت ده راح، يعني تلاقي الانجل دي مثلا جايبه 20، يبقى الهارت ده راح للناحيه اليمين. ليه؟ انت عندك تلتين الهارت المفروض يكونوا في الليفت، والتلت المفروض يكون في الرايت. خلاص؟ لما الانجل دي تقل يبقى معنى كده ان ده جه هنا. خلاص؟ ده اسمه ايه؟ الهارت راح في الناحيه الايه؟ طيب العكس الليفوكارديا، يعني الهارت راح في الناحية الشمال، تلاقي الانجل دي فتحت كده. خلاص، بدل ما هي 45 بقت 70 مثلا، يبقى الناحية اليمين دي معظم الهارت اللي في الناحية اليمين راح على الشمال. خلاص. لقيته في النص، يعني دي قلت خلاص، بدل ما هي 45 بقت مثلا ايه 20 مثلا، خلاص، او بقت 25، فبقى الناحية دي قد الناحية دي. خلاص، بنسميه ميزوكارديا، يعني خد سنترال بوزيشن. ما لقيناش الهارت في التشيست خالص، ده اسمها ايه؟ اكتوبك هارت. خلاص كده يا جماعه، يبقى انا من الكارديا بعرف الكاردياك بوزيشن من اللي هو الكاردياك اكسس اللي انا عملته ده. خلاص. يبقى رقم واحد اعرف الاناتومي، رقم اتنين اعرف انت هتخطط ازاي. انت مطلوب تطلع انجل واحده خلاص، وبعدين هتعرف منها الايه الهارت ده يمين ولا شمال. خلاص، عشان لما تيجي تقول ايه مش عارف. طيب في حاجة تانية تساعدك، اللي هي ايه بقى؟ ان انت تشوف الفسرة. خلاص، ما انت عارف ان الاستومك على الناحية الشمال. خلاص، وعارف ان الجول بلادر والليفر على الناحية اليمين. طيب ما تشوفهم كده ماتشنج مع اللي انت بتعمله ده ولا لا؟ يعني انت بتقول دي الناحية دي الشمال. خلاص، طب ما تجيب نفس الناحية دي في التي اس وشوف، هتشوف الاستومك فيها ولا لا، وتشوف نفس الناحية دي وهتشوف فيها الليفر ولا لا. طيب بس خلي بالك، ده مش حاجة كويسة، لان الاستومك دي ما هوش مش مكان ثابت ليها. الاستومك ممكن تيجي على الناحية ديت خلاص، على الرايت سايد، وبالتالي ما هوش لاند مارك مهم بالنسبة لنا. اللاند مارك مهم بالنسبة لنا اهو الديسندنج اورت، ده اللي مش هيتغير، انما الاستومك مكانها ممكن يتغير. خلاص، وبالتالي ادي اهو، ادي الديسندنج اورتا، وادي الاستومك على نفس الناحية. يبقى انت اتأكدت ان اللي انت كنت شايفه في الهارت على الناحية الشمال هو فعلا دي الناحية الشمال. خلاص، ماشي. طيب لقيت هنا ادي الديسندنج اورتا، خلاص، وادي الحاجات اللي هي اللي قصاده اللي احنا قلنا عليها من شويه، ان ده المفروض ده الليفت اتريوم اهو، ده الليفت فنتريكل، ده الرايت فنتريكل اللي فيها المودريتور باند، وده الايه الليفت الرايت اتريوم. خلاص، اهو ادي موضوع الاستومك اللي انا بقول لك عليه، بس ده ما تعتمدش عليه ان انت تاسس الكاردياك بوزيشن او ده بنسميه فيسرال سايتس، يعني تعرف الفيسرا يمين ولا شمال ازاي. خلاص،
لا انت عايز تعرف يمين ولا شمال، عايز تعرف الاستومك دي البوزيشن بتاعها نورمال ولا لا، هاتها من الاول خالص، هات من الديسندنج اورت. لو لقيتها على نفس الناحيه هو ده النورمال، لو لقيتها في ناحيه غير الديسندنج اورت اعرف ان هي ايه اب نورمال. ماشي؟ طيب يبقى احنا ادي اللي انا قلته لكم الاول، اعرف مكان الديسندنج اورتا وبعدين انت هتقدر توصل للايه للكلام ده. ادي الفورامين اوفال، وادي لما يحصل بقى ديفكت في الانترفنتريكولار سيبتم هنا تقدر تلقطه الفي اس دي اللي هو الكومن او الموست كومن تايب اوف ليفت تو رايت شانت. بمنتهى البساطه انت من الفور دي الفور تشامبر فيو تقدر تقول في اس دي وتقدر تقول اي اس دي وتقدر تقول حاجات كتير. يعني هقول لك يعني هقول لك بقيه التفاصيل بس الحاجات النورمال عشان الاب نورمال تعرف تلقط. ماشي؟ طيب من البيزك فيو ده المفروض انت تعرف بقى ايه، ان تلتين الهارت على الشمال والتلت على اليمين. خلاص ادي المودريتور باند بتاع الرايت فينتريكل، وتعرف ان التو اتريا تقريبا قد بعض والتو فينتريكلز تقريبا قد بعض. خلاص ادي معلومه تانيه ايه، يبقى سيادتك لما تلاقي فينتريكل منفوخ والتاني صغير يبقى انت بتشك ان في مشكله في الهارت ده. وانت من الفور تشامبر فيو تقدر تقول بقى ايه، انا عايز اعمل ديتيلد فيتال ايكو. خلاص يبقى يروح لحد متخصص. اللي احنا بنقوله دلوقتي ده الحاجه البيزك المطلوبه من سيادتك. خلاص عشان الكونجينيتال هارت ديزيز ده اللي هو تقريبا رقم واحد بالنسبه لنا، يليه الحاجات بتاع السي ان اس انوماليز. ولما انت تشوف حاجات في السي ان اس وتشوف اذر انوماليز، دي من الحاجات البيزك اللي انت مطلوب منك ان انت تعرف. فاحنا بنقول لك الحاجه البيزك بس اللي انت يعني ايه تلقط منها حاجات معينه او تسسبكت ان فيه مشكله اخرى. في بقى اذر فيو، في 3 فيسل وفي مش عارف ايه وفي فنتريكولار اوت وفي 500 فيو تانيين، احنا مش عايزينك تعرف التفاصيل دي. الكلام ده حد متخصص هيعمل الكلام، بس انت على مستواك تشك في الهارت ده ان هو نورمال ولا اب نورمال. خلاص يعني تبص البصه دي مع الانومال سكان اللي انت بتعمله عشان تقول الهارت ده كويس ولا مش كويس. خلاص طيب ادي الانتر فينتريكولار سيبتم اهو، وادي رايت فينتريكل وادي ليفت فينتريكل. ماشي؟ وقلنا الاثنين تقريبا قد بعض، وقلنا الاتريا تقريبا قد بعض. لقيت فيه اتريوم كبير وفيه مش عارف واحد صغير، يعني مثلا حالات حالات كونجينيتال كتيرة هتكبر الرايت اتريوم. خلاص فهتلاقي رايت اتريوم منفوخ والليفت اتريوم جنبه قد كده، تعرف ان فيه مشكلة. فانت بتقول ان فيه انا سسبكتنج ان فيه ابنورمال باثولوجي. ادي الانتر فنتريكولار سيبتم، وحط الدوبلر بتاعك عشان تعرف ان كمان مفيش ريجيرج، يعني البلاد بيجي من الاتريا للفنتريكل وما يرجعش تاني، ما هو الفالفز هنا بتقفل. خلاص وتعرف ان السيبتم ده انتكت، خلاص مكمل لفوق كده. لكن تعرف ان الانتر اتريال سيبتم اللي فوق في حته اسمها الايه الفورامين اوفال، ادي الرايت اتريوم وادي الليفت اتريوم وادي الايه الوصله اللي بينهم. الوصله اللي بينهم دي بتبقى فين؟ في اخر السيبتم من تحت، عشان لما تلاقي السيبتم اتخرم من فوق او الجزء الايكوجينيك بتاعه ده ضاع من فوق، اعرف ان ده اي اس دي. خلاص يا شباب اهو ادي في اس دي. ماشي اهو ادي الانتر فنتريكولار سيبتم وادي اي اس دي. خلاص ده الفورامين اوفال اهو، اعرف ان ده اللي هو الايه المكان بتاعه اهو. بقى ده اختفى تماما. ماشي اهو ده بقى فيه اي اس دي. ماشي دي الحاجات اللي احنا البيزك اللي احنا عايزينكم ان انتوا تبقوا عارفينها في جزء اللي هو الايه الكارديا. احنا بنعتذر يا جماعه ان المحاضره طويله زياده عن اللزوم، بس يعني ما نقدرش غير ان احنا ننجزها بهذا الشكل. شكرا ليكم ونشوفكم على خير ان شاء الله.